مساء الخير. قبل بضعة أيام غرد رئيس الجمهورية لحث المغتربين على زيارة بلدهم في هذه الأيام الصعبة لمساندة أهلهم من جهة، ودعم المؤسسات السياحية التي تلعب دورا أساسيا في استقطاب العملة الصعبة عند الانهيارات الاقتصادية. وإذا بردود الفعل السلبية تنهمر كالعادة، حيث لا يمكن تقديم أي طرح إيجابي من دون أن يستفز البعض فيسارع إلى القصف العشوائي. لذلك ضروري نحكي، ضروري نحكي ونؤكد أنها أيام صعبة جدا، ونحن في جمعية سطوح بيروت من أكثر من يعلم بهذا الواقع بحكم انخراطنا الكامل في العمل الاجتماعي. نعلم أنها أيام صعبة جدا، وأن أجر الموظف لا يكفي لمشوار واحد إلى الدكان. نعلم أن الكهرباء والمياه والمحروقات والغذاء والدواء وغيرهم مهددون بالكامل. نعلم أن الشاطئ والبحر والنهر يملأهم التلوث. نعلم أن الفساد لم يترك أخضرا أو يابسا. نعلم أن المصارف تاجرت بجنى عمر المقيم والمغترب. نعلم هذا كله وأكثر، وقد أمضينا السنوات العشر الماضية في الحديث عنه. لكن ما المطلوب؟ هل نرفع الرايات البيضاء ونقول للأزمة أن تسحقنا؟ هل نقول للموت يا موت اخطفنا؟ هل نحمل يدنا المكسورة ونذهب لتسول المزيد من الديون رغم معرفتنا أن أحدا لن يديننا؟ بعد الانتقاد المحق ماذا نفعل؟ نواصل الذم ببلدنا أكثر فأكثر؟ طبعا لا، للمرة المليون لا. السلطة السياسية شيء والبلد شيء آخر، مصالح السياسيين شيء ومصالح الناس وحقوقهم شيء آخر. حين نتحدث عن السياحة فإننا لا نقصد المواطن اللبناني المقيم، فنحن نعرف جيدا ماذا تعني $50 بالنسبة له اليوم، وإنه لا يحتمل إنفاقها على غير ما هو ضروري جدا. ولذلك نتوجه للمغترب اللبناني والسائح الأجنبي لنقول له إن هذه $50 ستفعل بها في هذه الأيام في لبنان ما لا يمكن أن تفعله في أي دولة سياحية أخرى في العالم. فالأسعار خيالية بالنسبة للبناني، لكنها ليست كذلك بالنسبة لمن يتقاضى دولار أو يورو. نحن اليوم مثل قبرص واليونان وتركيا قبل بضعة سنوات وشرم الشيخ بالنسبة للسائح، بلد يمكن تمضية 5 أيام فيه بأقل من $500، ولا يفترض بهذا أن يستفز أحدا، كما لا يفترض بأحد أن يعتقد أن هذه الدعوة موجهة ضده، فهي لا تفيد زعيما أو سياسيا أو حزبا أو وزيرا، إنما يستفيد منها أصحاب الفنادق وبيوت الضيافة والموظفون فيها، ويستفيد منها المطعم والعاملون فيه تماما كالمزارع والحرفي والباعة والأسواق الشعبية، وتفيد أيضا الدورة الاقتصادية وتضخ بعض الدولارات في جيوب اللبنانيين. ضروري نحكي الليلة ونقول أن الانتقاد ضروري دائما، لكن الفرق كبير بين هذا الانتقاد والسلبية المطلقة التي لا تميز في غضبها ونقمتها بين الخصم والضحية. القطاع السياحي ليس فنادق ومطاعم فقط، نحن لا نراه ولا نريده عند هذا الحد، نحن نراه ونريده أسواقا شعبية ونقلا ودورة اقتصادية كاملة تحرك الكرة الجبلية والمدن الساحلية البعيدة وتفيد المزارع والحرفي والنوادي الرياضية البيئية الجبلية والبحرية. الظروف صعبة جدا والتحديات كثيرة جدا، لكن لبنان هو لبنان. لبنان ليس زعيما أو سياسيا أو حزبا، لبنان هو لبنان، وهو ينتظر المغترب والسائح الأجنبي.
ضروري نحكي الليلة. يفتح ملف السياحة مع رئيس جمعية الطاقة الوطنية الأنئي غسان خوري وصاحب موقع Weather of Lebanon الزميل جول آرح، بالإضافة إلى مداخلة مع مستشار وزير السياحة مازن بودرغام ومع رؤساء بلديات كوكب الجنوبية البترون، المنجز عكار، كفاث بيان، كسروان، ورئيس جمعية درب الجبل عمر صقر، ورئيس جمعية درب عكار عبد الهادي صعب، ومريان أبو جودي مؤسسة شركة لو باسبور كولينير. ضروري نحكي، تابعونا بعد لحظات. مسيكم بالخير. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان خوري، ضيف للمرة الثانية والثالثة بضروري نحكي، لنحكي عن كتير أو خطط مشاريع لإعادة إذا بدنا نقول الحركة السياحية من بعد ما كان في حركة زراعية وإنمائية. أهلا وسهلا فيك زميل جول آرح، بتنورنا كل ليلة الليلة من عبر شاشة الـ LBC أي عبر النشرة الجوية، ومن ثم لك دور فاعل جدا في تسويق لبنان بإيجابية، مناطقه بالثلج بالعواصف بالربيع بالصيف. اليوم حضرتك معنا لحتى نحكي سوا عن أهمية هذه المواقع وعن أهمية لبنان. نعم، أول شيء بدي أشكرك داليا على استضافتك لهذا البرنامج، وبدي كمان رحب بالأستاذ غسان، وكمان بدي أقول مساء الخير لكل المشاهدين. إن شاء الله بالحلقة الليلة نقدر قد ما فينا نضوي على الاشياء الايجابيه ببلدنا، بما انه مثل ما قلت حضرتك يمكن صار في عنا ترند انه العالم تضل عم بتشتكي من الوضع يلي اكيد بحق لها، انما دائما الشعب لما بده ينهض بده يطلع دائما بالجزء الملان من الكوب. نعم، يعني الليلة غسان الحلقة دقيقة جدا، لأنه في كتير ناس رح يقولوا أنه شو عم يحكوا، أنه ما شافوا، مثل ما قلنا ملح أرجع عيد المقدمة، أنه ما في كهرباء ما في مي، جايين تحكونا بالسياحة، أنتوا عايشين بغير كوكب أو على غير عالم. إنما نحن عهدنا على نفسنا أنه في هذا البلد سنبقى، ولحتى نبقى لازم نلاقي موارد نقدر فيها نوقف حد بعضنا. ما بعرف شو تعليقك، لأنه شفتك عم تتسمع المقدمة بإمعان. عم بتسمع للمقدمة، غطت كل شيء وعطت أمثال مهمة جدا. هو أول شيء مساء الخير جو، انبسطنا تعرفنا عليك. شكرا. نحن مننطر كل ليلة لنسمع منك الأجواء، لو واحد يعرف شو بده يعمل بكره. زبطه هي، لو واحد يعرف شو بده. هلا ان شاء الله اللي عم يتسمع لنا شوي يتامل شو فينا نعمل بكره. نحن اكيد ما لازم نتنكر للواقع يلي عم بيعيشه البلد، انه في ازمه اقتصاديه، في ازمه سياسيه وامنيه، في ظروف الكورونا يلي كتير صعبه ويلي بتخلي الظروف المعيشيه صعبه كتير على كل العالم بلبنان. بس بذات الوقت ما فينا مثل ما انت قلتي الا ما يضل في عنا شويه امل بشو فينا نعمل لهالبلد. هلا الاكيد الثاني انه هيدا الجهد الجبار يلي عم بيحطوه كل اللبنانيه ليقطعوا هالايام الصعبه، يمكن في كتير كتار الليله مثل ما قلت يقولوا شو بهم هودي عايشين بالمريخ، جايين يحكونا عن السياح هالليله، انه نحن عم نفكر كيف بدنا نشتري خبز بكره. بس هدول العالم لازم يعرفوا انه نحن لبنانيه مثلهم، نحن الثلاثه على البلاتو، والعالم يلي راح تطلع معنا بالليله بالحلقه هن لبنانيه، وكل يوم على بكره بينطروا دورهم ليعبوا بنزين، وبيروح على البنك بينطروا دورهم لياخذوا دولارات، وبيرجعوا بينطروا دورهم ليشتروا من الفرماشيه. فنحن من هالعالم، نحن يمكن يلي عم نعمله عم مثل ما قال جو عم نبس شويه امل. صحيح. ونفتح شباك ونضوي ونقول لهم انه لا فينا نعمل شيء. نعم. واللي قلتيه بس بدي اقول كلمه صغيره، انه اعطيتي مثل تركيا وقبرص ومصر واليونان، هودي مرقوا بظروف اصعب بكثير من لبنان، وبهالوقت يلي مرقوا فيه بظروف صعبه كان في ناس عم تشتغل شو لازم ينعمل بكره، واليوم بعد 3 أو 4 سنين من الازمه بنشوف انه صاروا رياديه باللي عم بيعملوه. نعم، ولحتى نقول للعالم مثل ما نبلش دائما، يعني اليوم فتت شوي دغري بموضوع الحلقه قبل ما احكي عن شغلتين، عندي شغلتين بدي هيك خبر الناس عنهم. اول شيء مثل ما بتعرفوا سطح بيروت عندها نشاط مستمر كجمعيه، والناس عبر هيدي الشاشه ومن خلال هالمنبر دائما بتساعدنا لحتى نوقف حد العالم. ولح اقول انه نحن وجع الناس بنعرفه كثير منيح،
وفي كتير ناس وقفت حدنا وساعدتنا. رح مرق كم صورة عن آخر حملة قمنا فيها من خلال توزيع مساعدات الغذائية على العيال اللي هي عم تقصد الجمعية. وأنا إن شاء الله أقدر لبي كتير من الناس، بس لهي الأمور عم بتكون كتير صعبة، وهذا الشيء اللي عم بتشوفوه عم يجي بمجهود شخصي وبمجهود ناس من الأيادي البيضاء اللي قدرت ساعدتنا لحتى نحن نوزع هذه الحصص الغذائية. وبرجع بقول أنتوا بتقدروا تعاونونا قد ما بتقدروا تدعموا، إن كان بالمواد أو إن كان بالتبرعات عبر الأرقام اللي عم تمرق قدامكم على الشاشة. وكتر خير الكل، بس يخلصوا الصور لح انطلق إلى مبادرة كتر خيرك. أوكي، شغلة تانية بتسمحوا لي أحكي عنها؟ أكيد. نحن بس بدي غير من كورة الأساس في مجال للأفضل نحن... نو نحن على الهواء. سوري بعتذر، بس فكر أنه نحن مش على الهواء. نحن قمنا بمبادرة اسمها كتر خيرك، وهي مبادرة طلعت من فكرة أنه نحن نقول للناس اعطونا للسيدات هلمونة ونحن وياكم سوا رح نبيع. وهيك بلشت. يمكن كتار بيفكروا بهيدي الجمعية أو نتيجة القصص اللي عم بيشوفوها بيفكروا إنه نحنا جمعية وعنا ناس بتساعدنا ومصاري من برا، يا ريت هيدا هدفنا لنوصل لحتى نقدر نساعد أكتر. إنما الفكرة بلشت بمجهود فريق العمل، لأن احنا كتير قليل، قلنا شو بدنا نعمل، تعالوا لحتى نعطي الصنارة. هيك 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 بلشت الخبرية. هلأ شو اللي بده يصير؟ اللي بده يصير انه هيدي الخبرية حاولنا انه نطورها. كل يومين عنا اجتماع، قلنا نحنا لازم نتوجه للشباب وللستات ولكل مين بيقدر يعمل اشغال يدوية. يعني اليوم من عن هالمنبر انا لح اطلق حملة بتدعي كل حدا عنده رسم نحت، بيشتغل باليد، بيشتغل اي نوع من الاشغال، السيدات الشباب اللي عندهم اي شيء يتقدموا بافكارهم عبر صفحة الانستغرام لكتر خيرك اتكتر خيرك، يقولوا لنا شو فكرتهم ونحن رح نحاول انه ندعمهم ونقول لهم كيف رح ندعمهم لحتى ناخذ منهم هاي الافكار. رح يكون عندنا صفحة اي كوميرس اسمها كتر خيرك، وهيدي الصفحة رح تسوق وتبيع هيدول القصص اللي عم يعملوها الشباب. اللي عم تشوفوه هلا هو شغل ايد شاب، عملنا ديكور التلاتون بسطوح بيروت. انا ناطرتكم وان شاء الله نقدر سوا نفعل نشاط الشباب والصبايا. شو تعليقك غسان؟ كل مبادرة اليوم بتخلي شاب او صبية يضلوا بهالبلد هي مبادرة اساسية، واللي عم تعملوه انتو بفرجي اهمية انه نخلي هالانسان معلق بارضه. اليوم هيدول الشباب والصبايا يمكن عم بيشتغلوا غير شغل بوقت فراغهم او بوقت التاني، كل واحد عنده هوبي عم بيعمل منه انتاج. تسويق الانتاج اللبناني وتظهيره بحسناته وبنوعيته هي شيء شغله ممتازه. نعم. ما نخلي العالم موجوده خاصه أكيد. الشباب جو اكيد انا بدم صوتي لاستاذ غسان. شو ما فينا نستثمر بقدرات الشباب اكيد بيكون افضل، لانه نحن بنعرف بلبنان ما في حدا بيعمل شغله وحده، انما الاهم انه نقدر نطلع هالقدرات وهالمواهب يلي موجوده خاصه عند الشباب. من ميله بيقدر الاقتصاد نوعا ما يستفيد منهم، وبيقدروا هن كمان يفرجوا قدراتهم ويستفيدوا هن، وبالتالي بطبيعه الحال بنصير نشجعهم اكثر واكثر انه يضلوا بلبنان، خصوصا بهيدا الظرف. يعني وقت بتفتح صفحه او بتخلي الناس تشتري من برات لبنان، المغترب بيتحمس، رح يكون في اشياء كثير مهمه تقدر تساعدهم. انا بدعيهم يعني قد ما فيهم يبعثوا لنا افكار، وان شاء الله نقدر نكون كلنا حدهم. قد ايه صعب تضلك ايجابي رغم كل الصعوبات؟ قد ايه بالاحرى عم تقدر تضل ايجابي؟ هلا هيدي بتتوقف على شخصيه الانسان اجمالا. بس قد ما يكون الانسان قوي، بس يكون عنده عائله وبيشتغل ثلاث اربع اشياء وعليه ديون للبنك وجامعات اولاده، الا ما ستريس شوي اثر عليه. بس مثل ما قلت انا لما علقت قبل شوي انه الانسان اذا بده يطلع من واقعه ما بيقدر يضل سلبي كل حياته، بده يجرب قد ما فيه يتغلب على واقعه ويفكر دائما لقدام ما يفكر لورا. كيف بتتعامل مع التعليقات السلبيه؟
يعني نحن كلنا عم نتعرض وتعرضنا، وكيف تتعامل معهم وكيف تتعامل مع الناس اللي ما بدها شيء حلو؟ يعني بالمجمل في نسبة إيجابيين وفي نسبة سلبيين، بقى كيف تتعامل معهم؟ هلا في ناس سلبية عن واقع، وفي ناس سلبية عن إذا بدك عن قلة أدب. هول الأشخاص التانيين اللي سميتهم ما كتير بكترسلهم أنا إجمالا. الأشخاص اللي هن سلبيين بس عن واقع وعن مرورا إذا بدك من الحالة الاقتصادية اللي وصلنا لها، أكيد أنا بجرب برد عليهم كلهم إجمالا، ما يعني بقرأ كل الكومنتس اللي عندي وبجرب برد عليهم كلهم قد ما يكونوا كتار، وبجرب بأعمالي وبالصور اللي بنشرها وبالفيديوز اللي كمان بنشرهم، بجرب إنه أجيب بسمة والأمل على نفسية العالم، لأنه في كبت ده اللي عم بيكون عند العالم. في كثير ناس سلبيين بيعترضوك بحياتك جو؟ إجمالا أقلية هن أكيد. أقلية منيح عمل إذا أقلية يعني. بعدين الأبروتش تبع الشخص اللي بيعمله على التويتر أو على صفحات السوشيال ميديا كمان ما بده يكون استفزازي تجاه العالم، لأنه العالم بالمرحلة السيئة اللي عم نمرق فيها بطبيعة الحال إنه شو ما واحد حكي بده يتهاجم. بس الحمد لله طالما الناس مثل ما قلت لك ضمن الاحترام معين أنا ما عندي أبدا مشكلة يعني. نعم غسان، لازم نقول إنه خربت وما طالع بإيدنا شيء وخلص خلصت الدنيا، ولازم نفتش وين بدنا نعمل، أو لازم نفتش على شو فينا نعمل. لا خلصت أكيد ما خلصت، وخربت الدنيا قد ما يكون في مشاكل بضل في باب نفتحه ونقدر نقرب فيه لقدام. نحن تعلمنا من زمان إنه المشاكل ما بتخلص، والواحد بس يكون بيعيش بمجتمع لازم أول شيء يفكر بالمجتمع تبعه. إذا المجتمع كان منيح والبيئة تبعه منيحة، إلا ما يكون هو بعائلته بحياته منيح. الهدف إنه نحط إيدنا بإيد بعضنا ونقدر نقرب لقدام. بعرف إنه بهلأ بظروف اقتصادية صعبة يمكن الناس بيشوفوا هيدا شعر، إنه شو عم بينظروا علينا الليلة وعم بيحكونا شعر. بس إذا بدك تطبقها حتى على حياتك الشخصية وعلى مجتمعك، كيف بتطبقها بحياتك الشخصية؟ كيف عم بتعيشك؟ عم بتضلك يعني أنت من هي كمان مثلك مثل جو مثلي أنا، عنا عيال عنا ناس عم نكفي عم يعني أوقات بتحس نفسنا مقطوع بحياتك الشخصية وبحياتك العامة. أول شيء اللي بيجيلنا بيطلع على اللي عايشوه قبلنا، يعني نحن وأهلنا من قبل، وبيشوف إنه المشاكل منا جديدة والمشاكل ما بتخلص، وبيشوف انه مثل ما اهلنا ربونا بظروف اصعب من هيك بكتير، نحن عنا واجب انه نربي اولادنا بهالبلد ونخلي نعلقهم بهالبلد ويكونوا عايشين فيه مرتاحين. فالجهد يلي عملوه قبلنا الناس اللي قبلنا او جنراسيون اللي قبلنا لحتى تخليهم بالبلد، نحن اللي لازم نعمله اليوم. كيف لازم نعمله اليوم؟ اول شيء برجع بقول لك لازم نحافظ على مجتمعنا، لازم نحط مجتمعنا قبل نحن شو حاجاتنا الشخصيه وشو حاجات بيئتنا، لانه بس نحافظ على المجتمع هذا البلد بيقرب لقدام. كيف بنعملها؟ نطلع بطريقه ننبش على الشيء يلي قدرتنا نعمله. لازم نحلم، ما بقول لا، بس لازم نعمل شيء فينا نعمله. نحن هذا اللي عملناه بالزراعه، نحن ما نبشنا على كثير قصص، نحن ضوينا للعالم يروحوا يشوفوا قصص فيهم يزرعوا ويمشوا فيها. هذا اللي عم نعمله بالسياحه اليوم، نحن عارفين انه القطاع مضروب وأكل قتل كبيرة، بس اليوم إذا حطينا إيدنا بإيدهم فينا نقرب لقدام. نعم من 10 سنين لهلأ نعمل كتير إشياء منيحة ونعمل كتير إشياء غلط. نعم في إشياء نعملت عن قصد التخريب، في إشياء نعملت عن قصد التصحيح، في إشياء سوقت البلد كتير غلط، وفي ناس حاولت تسوق البلد كتير صح. يعني ما بدي فوت بالتفاصيل، بس بدي أسألك كمتابع سياحي، قدي رغم كل الإشياء البشعة اوكي بعد في اشياء حلوه وين؟ يعني انا امبارح في ست عايشه شي 21 سنه بالامارات، متزوجه من لبناني صديق، عم بتقلي بتعرفي انا ما بجي وقت اللي جيت لقلهم انه انا نازله هلا على العيد على لبنان من بعد كذا سنه، التسويق للبنان من حتى من المحيط اللبناني اذا بدك انه نازله وين بدك تشوفي قندهار بلبنان، ما في كهرباء، العالم على الطرقات جوعانه، ما في ناس عم تقدر، ما في يعني ما في مي، ما في. قالت لي الصوره السوداويه اللي انا جايه فيها خلتني اعمل كآبه وانا يعني جايه كرمال جوزي على لبنان، انما اللي شافته قررت ترجع تجي مع من بعد شي 20 سنة مش جاية على البلد، يعني انه ترجع تجي ولا البلد بعقد وفينا نستفيد منه وفينا نفيده. بقى ما بعرف اذا انت بتقشع هالاشياء الحلوة اللي فينا نعملها وين؟ طبعا هلا مثل ما قلت قبل شوية الواحد بده يكون عنده نظرة او مية للبلد، يعني شو ما صار بده يضل اول شيء معلق ببلده،
وبدي اشوف الاشياء المنيحه. بالفعل بلبنان غير عم نحكي في عندك سياحه دينيه مثلا، في عندك اشياء ترفيهيه بلبنان، وفي عندك الجغرافيا اللبنانيه اللي هي شغله كثير مهمه بلبنان. انا بقدر مني بارم بالبلد، كل ما اروح على منطقه جديده بالفعل بتفاجئ من روعه هالبلد على صعيد الجغرافيا والمناطق والتضاريس والتنوع يلي موجود فيه، اكان على صعيد الجغرافيا او النبات او الغابات الى ما هنالك. اللي نحن عم نعمله قد ما فينا، نحن جروب بصفحه وزر اوف لبنان تقريبا 14 شخص، عم قد ما فينا نضوي بواسطه التصوير الجوي على المناطق اللبنانيه ونعرف العالم على المناطق. اللي بتعجبه داليا انه في كثير ناس ما بتعرف المناطق اللبنانيه، يعني العالم صارت متكوكعه على حالها بمناطقها ومخليه هالازمه اللي نحن فيها انه ما تطلع لبرا، وهذا الشيء صار مثل عنا اياه مثل مرض نفسي. انا برايي هذه الشغله كثير سلبيه عم بتكون، مشان هيك العالم ما عم تقدر تشوف الاشياء المنيحه بالبلد على الصعيد السياحي والمناطق اللبنانيه الحلوه. بقدر ما الانسان يبرم على مناطق جديده مثل ما عم نشوف هلا بالصور، بالفعل هيدي بركة العروس مثلا بالمختارة. نعم. في اشياء كثير رائعه بلبنان، انا بنصح كل العالم عن جد تظهر برات مناطقها وتروح تبرم وتسأل عن المناطق، لأنه نحن للأسف دليل السياحي اللي عنا منه كتير قوي، عم نتكل على بعضنا تنقدر نعرف وين المناطق اللي لازم نروح عليها. أنا بنصح كل شخص مثل ما عم شوف المناظر الحلوة أنه يسأل أصدقائه يلي بيعرفون، يفوت على السوشيال ميديا، ونحن كمان قد ما فينا عم نعرف العالم على المناطق تمشين يطلعوا من الواقع السيء والرديء اللي نحن فيه من دون ما ينسوا من دون ما يعني احنا هيدا مش عم نقول انه نحن كل الدنيا هيك، في واقع طبعًا مرير طبعًا بالبلد، في الم طبعًا. في يمكن اليوم عم نقي الكلمات بمنتهى اللي اذا بدي اقول لكم الدقه لحتى ما حدا يفهم الموضوع غلط ويقول انه مثل ما حكيت انا وغسان وانت جو، بس انما حتى بهيدا بكل منطقه كل صوره لها قصه. يعني صحيح. يعني اذا بدنا نستفيد هلا رح اخذ منك 5 مناطق من بعد سؤال قال هيك قبل ما فوت بالغوص بالتفاصيل، تعطيني هيك شوي من قصتهم، بس بالفعل البلد يستحق الاكتشاف اكيد 100%. ما بدنا ننسى وقعنا تنقدر نعرف نعالجه، بس كمان بده يضل عندنا نافذه نحو الامل ونحو مستقبل يكون افضل اكيد. غسان، ممكن نحن اليوم نتشيطن على كل كلمة عم نقولها، يعني إذا بدنا نقول، لأنه واضح إذا بتقول لبنان حلو هلا بصورة بينزل، إذا بتنزل صورة شلال أو شجرة أو سوق جبال بتقوم عليك القيامة، برأيك قد ايه صرنا عم نلعب دور يعني مقاومة إذا بدك، وهيك منقول عن بلدنا إنه في مشاكل كتير لكن بعده بلدنا أجمل بلد، بعد في كتير أشياء حلوة، ليه في أشخاص مش قادرين يميزوا بين الوطن والحزب؟ إنه أنا بضرب بين السياسة وبين الوطن، إنه أنا بسوق بلدي بس مش عم سوق بكون مصلحة سياسي معين، ليه هالقد في غوغائية وضبابية بهيدا الموضوع ونحن بعاد عن المواطنة؟ رح ارجع فشخة لورا لقلك شو قلته من دقيقة، انه الاساس اذا بتحطيه بيئتك ومجتمعك والوطن الباقي بيجي من بعده. اذا عم نحكي عن هول الاشخاص اكيد الواحد لازم اول شيء يشتغل بطريقة لحتى بيئته تكون ماشي بطريقة منيحة، يكون في good governance بالبلد، بس يكون في good governance بالبلد البلد بيمشي وبيتقدم لقدام. هلا مش غلط انه واحد يكون عنده طموح شخصي ورايح يعمل شيء شخصي، ومش غلط واحد يكون عنده انتماء سياسي وعنده رئيس حزب بيحبه وعاقب يروح يشتغل لحتى حزبه او سياسته تنجح، بس الخطا بيكون كتير كبير اذا بيحط هو اثنين قبل شو البلد عايز وشو لازم يعمل لبلده. نحن على القليله باللي عم نعمله، وبعرف من كل شخص عم بيشتغل بطريقة إيجابية بالبلد، مش نحن بس ثلاثة بس، في كتير مثلنا لو ما هيك طبعاً. البلد منه ماشي اليوم. على القليل اللي عم نعمله هو حاطين هالشيء قدام عيوننا، حاطين شو في مقومات بالبلد، وباللي بيحبوه لهالبلد واللي ما بيحبوه بيعترفوا انه لبنان شغلة حلوة كتير، انه لبنان بلد فيه قصص بس تروح تشوفها إلا ما تنبسط، انه لبنان تأسه بجنين. فالشغلة الأساسية اليوم هو انت تبدي شو مجتمعك عايز على شو انت عايزه، لانه بس تقطعي هالمرحله اوتوماتيكلي اذا مجتمعك نجح وقطع من هالمشكله الكبيره انت بتقطعي معه. بدي اعقب على هذا الحديث، يعني نحن عم نشوف الخلط، يعني اذا 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 حدا لنقول من اي حزب اللي كان طلع قال اليوم الارزاق بجننوا، بصير في فوكس على الارزاق بطريقه معينه تيشوهوا نصرتهم لانه هذا الشخص له علاقه بانتماء. طب كيف نطلع؟ هذا دليل للأسف في عنا مشكلة كبيرة بالبلد إنه الانتماء عم بيكون أعمى. مثل ما قال الأستاذ إنه مش غلط واحد يكون متحزب،
بس الغلط لمن ما بيشوف أخطائه أخطاء حزبه وبيصير ماشي على العميانة بدون ما يشوف أبدا وين البور وين الكونتر. هيدي عنا إياها بلبنان بالفعل تقريبا عند كل أنصار الأحزاب أو معظم أنصار الأحزاب بيتصرفوا بهذه الطريقة، وهذا الشيء ما عم بيخلي بقى المواطن أنه يبدي بلده على انتمائه الطائفي أو الحزبي. أنا برأيي هيدي الظاهرة هي من أكثر الظواهر يلي عنا مشكلة، عملتنا مشكلة عمودية وانقسام عمودي بالبلد. حتى على صعيد السياحة بتأسف أقول أنه في ناس بمنطقة معينة مش راحين على منطقة تانية لأنه بعدهم قاعدين إذا بدك بين بين المناطق، يعني بهوس المناطقية للأسف بالفعل. نعم. إذا بدك تنصح مجموعة من الشباب اللبنانيين هلأ جوا لعندك وقالوا لك أعطينا خمس أيام نقضيهم بلبنان، بلش لنا هيك بخمس أيام حلوين، خمس مناطق وسريعة. هلأ أنا قلت لك بالسياحة هي في في عدة مناطق سياحية، في عندك السياحة الدينية وواحد يجي مثلا يجي يسهر ويظهر بلبنان. أنا رح أضطر هلأ أكثر شيء للمناطق الجغرافية والمحميات. إذا بدنا نبدأ بمنطقة الشمال، بالفعل أنا كان عندي مشوار كذا مرة على منطقة فنيدق بعكار، غابة العزر والأموعة، يمكن من أحلى مناطق زرتها بالفعل، شيء كتير حلو. يعني بتفتكري أنه هيدا بنو قدامك مش أنه طبيعة. شجر الأرز على أنواعه، بين هلالين هون في ناس بعدها عم بتضر الطبيعة فوق، عم بتقص شجر بطريقة كتير عشوائية، أشجار معمرة عشرات السنين. ياريت بالفعل هون الفعاليات بالمناطق تاخد بعين الاعتبار هيدي الظاهرة السيئة وبتقوم باللازم تا ما يصير ما تتكرر. في كتير مناطق داليا غير المناطق اللي بنعرفها، يعني غير المحميات يلي هي مثلا أرز الراب، محمية أهدين، محمية الشوف، في كتير مناطق ما أنا معروفة بس تروح عليها بتفاجأ، يعني مثل غابة العزر مثلا بفنيدق عكار في كتير ناس ما بيعرفوها. إذا بدنا نجي نعم شيء كتير حلو بالأربع فصول، خاصة غابة العزر، هذا بالمناطق الشمالية بيقدروا بنهار واحد يزوروا هذه المناطق اللي هي في بيوت ضيافة فوق بيقدروا هلا في ما بدهم في بيوت نعم في اوتيلات في اوتيلات اكيد، بس انه بده يكون في دليل سياحي للمنطقة لانه في كثير ناس ما بتعرف. هيدي من ناحية المحميات. في عنا سلسلة جبال المكمل اللي بحب يعمل هايكينج، مناطق كثير شاسعة واللي هي اعلى مرتفعات بلبنان، بيقدر واحد ينطلق منين بينطلقوا له؟ في من عدة مرة، فيك من الارز، فيك من ميلة عينيتا، فيك بالجرود ما تكنيست الرب رقاشة، وتوصلي لجرود اهدين، توصلي حتى للضنية اللي هي القرن السوداء. مناطق كثير حلوة. اذا بنجي على جبل لبنان، هلا انا ايدت كثير اشياء بس عندنا فوق ال100 موقع بلبنان يلي هن رائعين للانسان يجي للمواطن او للمغترب اذا حب يجي على لبنان، ويلي ما بيكلفوا شيء اهم شيء. يعني نحن عم نقول هلا عندنا ضيقة اقتصادية بس هول المناطق يمكن بيكلفوا تانك بنزين بس بيقدر يبرمون كلهم. بجبل لبنان عندنا شوين، محمية جبل موسى للأسف صار في الحادث اللي صار نعم كمان هون عم نضوي على الأشياء يعني كل العالم بدأت تنتبه انه ما تتعرف على خاصة بفصل الربيع لانه ذوبان الثلج بيكون بشكل كتير كبير، هذا الشيء بيؤدي الى ارتفاع مستوى الماء والاشخاص ما بيكون عندها خبرة بتقرب على الماء والنهر بياخذ الشخص مثل ما صار مع الصبية اللي توفت حرام من عدة ايام. نعم. في عنا مثلا نبع اللبن بكسروين، في عنا بركة العروس لما كنا عم نشوف صور منطقة كتير حلوة هيدي بمحيط المختارة فعلا جدا رائع. أنا ما كنت أنا صراحة ما كنت سمع فيها، أنا سمعتها خمس مرات عليها وأخذت لي شيء كيب أكتر من 100 مرة عليها لأنه منطقة بتطير العقل. عدا أنه هي منطقة الجبل المختارة والمحيط منطقة كتير حلوة بس مش صعبة إذا بك تعمل اللوب منا صعبة منا صعبة منا صعبة طالعين هلا. في منطقة بإهمج اسمها الورديات، هي ما بعرفها بتعرفها غسان؟ اوكي لازم تطلع لها. هي في عندنا محمية أرز إهمج بالوادي وفينا نتوجه صعودا يلي هي بعيدة وصعبة يعني فيها كلايمينج حتى اسمها منطقة الورديات، في ناس بيجولها من ميلة أرطبة، منطقة كتير حلوة وكتير واسعة. بنصح الكل يروحوا عليها أكيد. هون صرنا باليوم الثالث. اليوم الثالث اليوم يعني بده يحطوا مثل ما بيقولوا شنطة على ظهره. صحيح. هلا بالبقى اكيد عندنا كذا محل، عندنا رشية بلدة كتير رائعة، عندنا القرعون، عندنا تعنيل، عندنا العميق، وعندنا اليمونة، مناطق كمان كتير حلوة. والحلو بلبنان انه كل منطقة بتتميز بطبيعة جغرافية بتختلف عن تاني، يعني ما عندنا مونوتوني بال عميق. هلا اللي بده يزورها كتير حلوة. صحيح هلا كتير حلوة اكيد ما فيها شمس كتير كتير, كتير حلوة فيها مناظر كتير حلوة. نعم. وفي عنا بجنوب كمان مناطق ما حدا بيعرفها، في عنا محمية وادي الحجير كتير حلوة كمان اللي هي بتصير نتعرف على منطقة كوكبة كوكبة كمان. نعم. وفي عنا اكيد شلالات جزيل، مرج عيون، وجبل الشيخ يلي هلا ريسنتلي العالم كمان عم تروح تعمل هايكينج هونيك، قسم من جبل الشيخ
افيلبل انه الواحد يروح يعمل هايكنج فيه. في قسم تاني اكيد ما فيك تطلع عليه نظرا لانه منطقه حدوديه وفي الغام وما الغام. نعم على كل عندهم مشروع بجزين هلا رح يحكوا لنا عنه تقريبا او بالمنطقه كمان بنشاط دائم سيح. على كل حال اللي عم نعمله بيتماشى مع كل يلي قالوا قصه التنسيق، قصه تقليل الحوادث، قصه انه يكون عندك جيد بيعرف المنطقه يمشي معك، قصه الاداره المحليه. اكيد بس كمان بدي اعطي ملاحظه لو سمحت داليا، احيانا عم ببرم بهذه المناطق في اهمال من السلطات المحليه يعني عم نحكي بلديات نفايات قصات الري مثلا ممدودين بنص المحميه او بنهر المحميه بشكل انه اول شيء مش حلو للنظر، ثاني شيء ما بعرف اذا بيئيا كان بضر بشيء معين. هول عن جد يعني ريت الواحد بينتبه لهم من السلطات المحليه لانه اكيد بيحسنوا اكثر السياحه بهيدي المنطقه. مع الوقت يعني بكره بيحسنوا. هلا صاروا يهتموا انه هودي قصص بيئيه، قصص سياحيه بيئيه، قبل كانت للمجروج. مزبوط غسان، بالسنوات العشره كان في كتير، هلا برزت كتير مبادرات ريفيه ورح ضوي على شغلكم معهم. بس بدايه كتار بفكروا انه بس تحكي سياحه بيقولوا لك مطعم واوتيل، انما هو برايك القطاع السياحي شو وكيف العالم في قطاعات مرتبطه بالمطاعم والاوتيلات ممكن الناس يستفيدوا منها؟ هو السياحه اذا تعملي حيالة ريسيرش على السياحة بقلك السياحة هي أكبر صناعة بالعالم لأنه بتنتج وفي قطاعات بتعيش من راها بشكل كتير كبير، الزراعة، الصناعة، النقل كلهم. بس السياحة تكون ماشي ببلد بتشوف أنه في قطاعات حواليها بتمشي حواليها بسرعة، غير أنه لازم نقول أنه السياحة هي أسرع طريقة لتنمي اقتصادك لأنه السياحة هي التصديرية، يعني انت كأنك عم تصدر بضاعة لانه بفت لك من وراها عملات صعبة فيك تستعملهم بالنمو الاقتصادي. عم بسطها كتير، برجع بترجعي بتشوفي انه السياحة بالبلدين كلها، خلينا نقول بس بلبنان القطاع السياحي هو قطاع اساسي. يعني نحن كان يشكل ب 2018 مش من زمان 19% من الجي دي بي تبع البلد، بيشتغل اكتر من 145 الف موظف بالقطاع دغري، مش بحوالي القطاع، بالقطاع السياحي. يعني منشوف انه القطاع السياحي اللبناني قطاع اساسي بالاقتصاد، ونبنى خلال السنوات قطاع عن جد في واحد يشوف حاله فيه. نحن ان كان اليد العامله اللي بتشتغل بالقطاع هي يد عامله مهره جدا، عندها خبره، عندها طريقه تعاطي مع العالم. ان كان اذا عم تحكي عن المؤسسات السياحيه باللبنان، بلبنان هي مؤسسات يعني من الدرجه الاولى. بس يلي نحن معودين عليه بنظرنا مثل ما انت قلتي انه السياحه هي اوتيل ومطعم كيس عرق وقلعة بعلبك وشو بعرفني والبحر والشمس والتلج، بينما مثل ما عم بيقولوا جو هلا السياحة هي أكتر من هيك بكتير. السياحة هي سياحة بيئية، السياحة هي سياحة جغرافية رياضية. يعني العالم بتنسى انه في بلدين، بعطيكي مثل قبرص، عندهم مئات مئات الوفات اليوروز بيفوتوا بالسنة لأنه بيعملوا سبورتس كامبس وغيره. السياحة هي سياحة تسقيفية، يعني بيجي واحد بيشوف. نحن عندنا 3000 معلم ديني بلبنان، نحن هالبلد 10000 كيلومتر عنده 3000 معلم ديني يلي مش موجود بكتير بلدين. نحن بلدنا في تراث، يعني كمان في عندنا تراث طويل عريض، في عندنا حضارات ما رأيت بلبنان. السياحه بلبنان فيها تكون سياحه اشغال، يعني مؤتمرات وبتجي تعمل كونفرنسز وغيره، سياحه طبيه مثل ما كنا كانت سياحه طبيه يعني من الباب الاول. نعم. هلا اوكي مرق ظرف اليوم بالاقتصاد، السياحه شوي الطبيه متعسره، بس بكره بس الاقتصاد يرجع يمشي والعالم لازم تقتنع انه بكره رح يمشي، السياحه الاستشفائيه رح ترجع من اوائل البلدين بالبلد. وحده من الاشياء اللي بتمشي هذه السياحه هي انه نحن نكب طاقتنا قد ما فينا، نقدر نستقطب الاجنبي والمغترب اللبناني، يعني يكون عنده هذه الجرأه انه يجي بيقدر يرجع يطلع لك ولو درجه بسيطه من قيمه اقتصادك اللي بتستفيدوا منه بكل هالناس. داليا مثل كثير صغير بقبرص حدنا لانهم عندهم جواز مدني. انا ما بعمل دعايه لزواج المدني، بس لانه عندهم زواج مدني والعالم تروح تتجوز بتتزوج بقبرص. قبرص بتفوت كل سنه 100 مليون يورو، 100 مليون يورو من سياحه الزواج المدني. طبعا لانه 100 مليون الاحتفالات والتنظيم طبعاً العرس طبعاً. وين بده يروح واحد بمجرد ما يجي على لبنان شو ما كانت الغايه، اليوم بده ملا نعتبر بده يدفع تيكت، بده يجي على لبنان، بده ينزل باوتيل، بده ياكل، بده يشرب، بده يعمل عشاء، بده يروح يظهر، بده يعني كيف ما كانت السياحه بالفعل هي وحده من ركائز الاقتصاد اللبناني. يعني
حرام ما نرجع بالفعل نفعل السياحة خاصة على الصعيد الفكري. يعني اللبناني بده يكون عنده انتماء لوطنه ويشوف حاله ببلده. أنا شخص كتير مسافر على أوروبا، أكيد بلدان كتير حلوة، بس نحن بلبنان صدقوني ما بينقصنا شيء أبدا. وبهيدا الوقت يمكن أكتر من أكتر الأوقات اللي نحن بحاجة إلى الأجر اللبنانية المغتربة، وإلى أنكم تشجعوا أصحابكم الأجانب يجوا لعنا. بريك ومنتابع ومن ثم مداخلة مع مستشار وزير السياحة مازن بودرغم. تابعين معكم حلقتنا الليلة من ضروري نحكي، ومثل ما شفتوا الحلقة تتميز كيف منتوجه للسائح الأجنبي والمغترب أنه يجي يحط دعم بلبنان في هذا الوقت العصيب ويستفيد من كل جمالية البلد، وقدي نحن قادرين نخلق من الأزمات نوع من إذا بدنا نقول مقاومة سياحية تقدر تدعم كل القطاعات وتدعم البلد اقتصاديا ولو بجزء بسيط، إنما مساهم كبير بكل القطاعات. معي برجع برحب بضيفي غسان خوري، أهلا وسهلا فيك، بالأستاذ جوارح الزميل، ورح نحكي بكل التفاصيل الان اي شو عم تعمل هلا، وكمان بالانطباع اللي عم بيعيشنا اياه جو من خلال مرافقته لكل المواقع السياحيه بلبنان، واللي كل يوم الصبح هيك بصبحنا وقت بمسينا بموقع من لبنان. رح يكون معنا مداخله مع مستشار وزير السياحه مازن بودرغام، بس في شيء بدي ارجع اقوله لانه اجاني كثير هلا اسئله عن موضوع كتر خيرك. كتر خيرك هو مبادرة رح تكون في صفحة إي كوميرس، بتمنى من كل الناس من الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا كل شيء أشغال يدوية، تطريز، خياطة، رسم، نحت، أي شيء باليد، أنه يبعثوا لنا عبر قد كتر خيرك على الإنستغرام رسالة مع صورة، ونحن رح نجرب نختار منهم وندعمهم لحتى ناخذ لهم هالشي اللي عم يعملوه ونرجع نعرض لهم إياه للبيع. وفي شغلة كمان، المسؤولة عن الأدلاء السياحيين في لبنان السيدة اللي صار بعلبك كان عندها تعليق على قصة أنه الدليل السياحي مش قوي، وهيك بحب منك توضيح أنه منك قاصد الدليل السياحي، يعني نعم قاصد، تفضل. أول شيء بدي أحيي السيد اللي صار. أنا اللي قصدته بقصة دليل سياحي هو أنه الشخص يلي بده يقصد موقع سياحي معين يكون عنده دليل على الأقل على الصعيد الجغرافي عن هذا الموقع، وين بيوقع، من شو بيتألف، لأي منطقة تابع، لأنه مثل ما كنا عم نحكي أنه العالم مش كلها بيرمي بكل المواقع السياحية بلبنان. تقدر توصل بشكل أهين على هذا الموقع مفروض يكون في شيء أكين ويب سايت أو شيء تاني معين تقدر يدل أو يرشد العالم كيف ممكن يوصلوا لهذا الموقع، وبأي منطقة بيقع ومن شو بيتألف إلى ما هنالك. هذا اللي أنا قصدته. نعم، تحية لكم كلكم كأدلاء سياحيين، لأنه حضرتكم من أكثر الناس كمان اللي ممكن يساعدوا بهذه الحملة اللي عم نحاول نقوم فيها من أجل تشجيع السائح والمغترب إلى المجيء إلى لبنان. صار معنا جاهز الأستاذ مازن بودرغام. مساء الخير لك أستاذ مازن. لك داليا ولا غسان ولا جو، مساء الخير. يا أهلا فيك. أكيد عم تنسألوا كيف كل الوقت كيف فينا نحكي عن سياحة بلا محروقات وبلا كهرباء يا أستاذ مازن؟ لكن الأزمة السياحة بلبنان هي مش بس تحتلي، يعني بلشت مع كورونا بس ترجع باك لورا، هي كمان بلشت باقتصاد عنده مشاكل، بثورة نزلت على الأرض كمان عملت أزمة، يعني هي مجموعة أزمات. إذا طلعنا ببلدان تانية مثل دبي مثل غير بلدان بتلاقيها بأزمة واحدة وعانى. لبنان أكيد عم بيعاني الأمرين، وهي سيف ذو حدين، لا إذا فتحنا هي حنخلص مع كورونا ولا إذا سكرنا نخلص مع الوضع الاقتصادي الصعب. لهالسبب نحن أكيد السياحة هي أكثر ما تعاني، واللي قلتوه كمان من خلال الحلقة أنا بأيده وبزيد عليه، أنه اليوم السياحة هي الأساس تبع البلد وهي العمود الفقري الأساسي، واليوم السياحة مش اقتصاد عابر، هي بالعكس اقتصاد رئيسي. يعني أيام الإنسان بيعرف من تاريخه كيف يشتغل بالبلد، لما من 2010 لل 2017 تراوحت الدخل القومي للبلد من 10 مليار ل 7 مليار تراوحت، معناتها هي العمود الفقري الرئيسي لإدخال المداخيل للبلد. ولهالسبب السياحة
هي اللي بترجعنا، مثل ما صار باليونان طرحت هذا المثل، مثل ما صار بكل البلدان اللي عانت، رجعت وقفت على إجريها من وراء السياحة، لأنه هي الأسرع بالإنماء، الأسرع شيء إنه تنمى وترجع توقف. لبنان بلد منه ضخم، لبنان اقتصاده دغري بيقدر يرجع يعوم لما بلش ينصرف فيه مصاري، الفريش دولار يرجع عليه دغري بيرجع يقدر يتحرك هذا الاقتصاد، وعلى ضوء بنقدر نرجع نتطور. نعم استاذ مازن، بس حطيتوا خطه للشهور المقبله على تجارب مين اتكلتن؟ لك الخطط انوضعت. اول شيء نحن عندنا مجالين للخطه، الخطه الاساسيه هي خطه اعاده الفتح من وراء من بعد الاغلاق تبع كورونا، وهذا شيء اساسي لنرجع نفتح القطاع ليقدر يستمر. اليوم دائما نحن بنقول لهم القطاع السياحي منه كرسي وطاوله بمطعم، القطاع السياحي هو اسم المطعم، هو البراند بحد ذاته. القطاع السياحي هو الشيف، هو الموظفين، هن الخبراء، الخبره اللي عندنا اياها، الخبراء اللي عندنا هن اللي هن بهالبلد اللي انتجوا وصدروا الفرنشايز للخارج. يعني اليوم السعوديه عائمه على بحر من البترول، وبنفس الوقت عم تعمل سياحه لتزيد من مداخيلها. لبنان هو هاي الخطة الاقتصادية اللي عم نجرب نعملها، نحن نساعد هذا القطاع. نحن بلشنا فيها بالأول إنه يرجع إعادة فتح هذا القطاع، هلأ وصلنا لنفتح الاندور للتسعة ونص، الاوتدور للساعة واحدة بالليل، بتوجيهات معالي الوزير اليوم عم نطالب نرجع نفتح الاندور للساعة 11 ونص بالليل، يعني نتطور مع الوقت وخصوصا مع انخفاض عدد الكورونا، وهذا شيء رئيسي نحن لازم نركز عليه، ولكن بشكل مسؤول. اليوم فرق بين الفتح الغير مسؤول والفتح المسؤول. نحن ما عندنا شك انه القطاع كله مسؤول ويتحمل كامل المسؤوليه، ونحن نؤيد اللي عم التواصل بيننا وبين النقابات السياحيه اللي دائما نحن على خطه عمل مشتركه نشتغل نحن وياهم عليها، ولكن بنزيد عليها انه اليوم في بعض الحالات اللي عم تصير فتح بشكل لا مسؤول، وهذا عم بيعرض القطاع السياحي للخطر، وعم بيعرض المؤسسات اللي تحملت الامرين لترجع تفتح انه نرجع نسكرها، وهذا الشيء نحن نرفضه بشده. بالعكس نحن ما نتوجه لإعادة فتح البلد، استقطاب المغتربين من الخارج عبر الخطة اللي طرحها معالي وأخذ مباركة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عليها، اللي هي الدولار الفندقي، واللي هي بتشجع استاذ مازن بتشجع. إيه استاذ مازن، أنا بهمني أشرح عن الدولار الفندقي كيف بيحمي السائح نفسه، إنما شو هي الخطوات غير هيدا الشيء العملي؟ بتعرف كلمة خطط وكذا العالم زهقت منها، يعني ما بقى تاخدها، بس أعطيني خطوتين عمليتين وبدي شرح لقصة الدولار لهيدا، لأنه في شيء مش كتير أنا شخصيا وغيري فهمه. طب إذا أنا جيت عم بحكي عن دولار أجنبي وإجا شو بعرفني خيم من برا وهو بيقبض بالعملة الأجنبية، جيت أنا حجزت له، طيب كيف أنا بقدر؟ ما أنا وقت بحجز له كلبنانية مقيمة. أي حدا هو مغترب غير مقيم في لبنان، يعني ما معه إقامة بلبنان، هو مغترب أو هو سائح أجنبي، بيدفع بالدولار للفنادق. أما كل الناس اللي هن من اللبنانيين المغتربين أو الأجانب المقيمين بالبلد بيدفع بالليرة اللبنانية. طب بس كيف يعني أنا في أحجز لخي لو كان جاي من برا وخلص بحجز على اللبناني، يعني ما في شيء بيقدر يحجز معه؟ إذا مدام داليا، إذا خيك معه جنسية لبنانية فهو مقيم بلبنان بيدفع باللبناني، ما بده يدفع بالدولار. اما اذا كان اجنبي حكما بكل البلدان العالم بيوضع الباسبور على الكاونتر على الريسبشن، فمعناتها بده ينعرف انه هذا شخص اجنبي وبده يدفع بالدولار. وما تخافي على اصحاب الفنادق، بفلترون وبياخذوا منهم بالدولار، وما مثل ما اللبناني بتشاطر اصحاب الفنادق بتشاطر. كيف بده يحمي السائح حاله بظل هيدا السؤال الاخير، الا اذا بتحب تضيف شيء زياده، بظل وجود اكثر من سعر صرف ضوء واحد؟ يعني سائح جاي 4-5 ايام صعب يوصل لصراف السوق السوداء، شو الاجراءات فيما خص التصريف للسواح خصوصا بالمطار؟ لك هاي الاجراءات تبع يعني بترجع لوزاره الماليه وزاره الاقتصاد. نحن اليوم اللي بنقوله انه السواح اللي بيجوا على لبنان عم يجوا على بلد
الأغراض في السياحة أو شراء الأغراض فيه رخيصة جدا نسبة لبلدان المنطقة. اليوم اللبناني كان يطلع على تركيا، كان يروح على مصر ليشتري الأشياء بسعر رخيص. اليوم الناس اللي بيجوا على البلد القيمة البيع فيه أو الشرائية فيه نسبة لسعر الصرف هي متدنية. فبالعكس اليوم هيدا عامل مشجع للسياحة الخارجية، مشجع لكل المغتربين يجوا، مشجع كمان. كيف بتحمي كيف بتحمي كيف بتحمي كيف بتحمي؟ نحن عندنا باب الشكاوى، اي حدا بيصير عنده اي خطأ بيتصل على الشكاوى، على إدارة الشكاوى بوزارة السياحة. هذا شيء أساسي. بس أنا في عندي نقطة كثير ضرورية إني حابب أن يزيدها، إنه نحن معالي الوزير مشارك نهار ب 26-27 الشهر بافتتاح فرع منظمة السياحة العالمية بالرياض، وهذا شيء جدا إيجابي لنا، وخصوصا إنه لبنان هو من المؤسسين لمنظمة السياحة، ووجودنا بالرياض كذلك الأمر حيكون في عدة لقاءات جانبية مع مجموعة من السفراء أو سوري من الوزراء السياحة العرب من الإمارات والسعودي وغيرهم. وهذا شيء نحن عم نحبزه لفتح العلاقات والخطوط من لتشجيع السياحة على لبنان. وهذا يعني دائما اتكالنا بيرجع بالآخر للمغترب اللبناني، بس كمان للسائح العربي اللي هو بيعتبر لبنان هو مثل بيته الخلفي اللي بيجي عليه، وهذا كل عمره لبنان هيك. استاذ مازن، ما في بس مشاركة بالمعرض السياحي اللي رح يصير بدبي للبنان لتسويقه، ما في قدرة بالميزانية؟ اكسبو دبي؟ نعم بلا. لكن جينا نحن العرض وعطونا خصم بالوقت السابق، لما يعني بالحكومة السابقة كانوا اخذين القرار بالمشاركة. بعتقد حنرجع نتواصل مع حكومة دبي، وبعتقد عم نطلب نحن، لأنه بتعرف فرق السعر الصرف بشكل عبء كثير كبير على البلد وما بيقدر يتحمله. نحن كوزارة سياحة، وهذا مشارك فيه عدة وزارات مش وزارة السياحة حكرا عليها، بالعكس على مجموعة من الوزارات، نحن بالعكس حنجرب نشارك، حنجرب نطلب الدعم للمشاركة. وهذا بيتوقف على المرحلة الجاية كيف بدها تتطور المحادثة نحن فيها. نعم، في كمان طلب على أنه ينصدر جيد سياحي للمناطق الريفية في لبنان اللي كان عم يحكي عنها على طريق الهاكينج. أنا بدي أعلق على أستاذ جو، بدي أقول له مشكلة البلد أنه الحكم غير يعني ما بيكملوا بعضهم. اليوم نحن جينا في إشياء كتير واقفة، من الأساسيات أنه وزارة السياحة، وأنا معه وبشد على إيده وبطالب أنه يقدر يساعدنا، نحن حاضرين لكل حدا عنده القدرة على مساعدة وعلى تقديم الدعم للوزارة. نحن بالوزارة السياحة فريق عمل، منا وزارة ومنا نحن أشخاص بس عاملين قاعدين بالعاج فوق، يعني شو بيسموه، على كرسي عاجي. بالعكس نحن فريق عمل، مثل ما عملنا مع النقابات عم نعمل مع الجميع. نحن اليوم من الأساسيات إنه الويب سايت لوزارة السياحة يكون بضم كل المناطق السياحية الموجودة في لبنان. نحن بالفترة السابقة قبل كوفيد اشتغلنا نحن بتوجيهات معالي الوزير، اشتغلنا على كل الخطة السياحية اللي هي بتمتد على 10 سنوات. نحن وشركة عالمية هي كانت عم تشتغلنا على الكوميونيكيشن وعلى البوزيشنينج تبع لبنان وعلى الويب سايت تبع لبنان، وكيف ما نغطي كل المناطق فيها لنقدر نوصل هذا المسج عبر وزارة السياحة لتبقى أكثر شيء كريديبل لكل العالم، لنقدر نخلق هاي كوميونيكيشن بيننا وبين السائح الأجنبي. عظيم. أنا بس بدي نحن اشتغلنا عليها سابقا بس ما قدرنا خلصنا لأنه سألت الحكومة ورحنا نعم. بس هلا بدي أقول لك في كتير شباب وصبايا بيقدروا ياخذوا كتير من الكتيبات المعمولة بوزارة السياحة، لأنه في كتير قصص معمولة بالوزارة. صحيح. كمان صحيح. ويوزعوها ومجانا في كتير جمعيات، في كتير ناس مؤثرين مثل جو، مثل كل العالم بتقول هلا انه خيعتونا شو عندكم من هالمطبوعات وخلينا نساهم فيها، لأنه اليوم نحن قدام ورشة وطنية. استاذ مازن، ومن تحت الهواء فيك تعطيهم رقمي ونحن حاضرين لكل شيء. بالعكس نحن منأيد نكون فريق عمل واحد. شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وإلى لقاء قريب، وإن شاء الله بيكون عندنا لقاء موسع كمان مع الوزير مشرفية عن الوضع، عن زيارته إن كانت إلى السعودية وكل النشاط حتى كمان بوزارة الشؤون. شكرا جزيلا أستاذ مازن غسان، تواصلتوا مع غالبية النقابات لبناء تصور، شو هي الخلاصة؟ داليان، احنا اجتمعنا على مدى كذا أسبوع مع كل النقابة، خلينا نقول أكثرية النقابة نائبات السياحية الأساسية، ورجعنا قعدنا مع حتى الوزير الحالي والوزراء السابقين للسياحة،
قسم منهم، وقعدنا مع خبراء بالسياحة. هلأ الأكيد أنه البلد من خلال الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية اللي مارق فيه، قطاع السياحي أكل القتل الأكبر، خليني أقول مضروب كتير. نعم. مش من يومين ثلاثة يعني عم بحكي، يعني خفت الطاقة عندهم بتحس ولا ما بعد خفت عندهم الطاقة للمواجهة؟ لا لا ما خفت الطاقة، عندهم طلبات وهلأ بنحكي عنها. بس مثلا بعطيك مثل، كنت عم بحكي مع النائب رامي توني يلي هو نائب المطاعم. توني بيقول انه مثل صغير كتير، انه الدليفري يلي عم تحكي فيه كتير مطاعم فاتحة بتعيش على الدليفري، وخاصة بوضع الكورونا نزلوا الطلبيات من 75 ألف بالنهار ل 30 ألف طلبية بالنهار. انت بتعرفي انه المطاعم اكتريتها كانت مسكرة على فترة كتير طويلة، الفنادق أكترية غرفها كانت مسكرة وما عندها حدا. والأهم من هيك، نحن لازم نعرف أنه لبنان موجود على لويح منع السفر بكتير بلدان، يعني ما بيخلوا مواطنين يجوا على لبنان. وبذات الوقت لبنان مش موجود على لويح الديستينيشن تبع التور أوبريترز، يعني أكلها من هون وأكلها من هون. نرجع نطلع عن بعيد بيضل عنا نفس. ليش؟ لأنه منلاقي أنه عنا اغتراب لبناني واسع. وكنت بلشت وقلتي أنه نحن اليوم متكلين على هذا الاغتراب. أنا ما عم بحكي كل الاغتراب يجي لعبنان، بس نحن كلنا بنعرف انه اللبنانيين معودين على هالبلد وبيعرفوا وين يروحوا وين يجوا وايمتى يروحوا وايمتى يجوا وكيف يعبوا بنزين. فهيدول اللبنانيين اللي عم يشتغلوا برا، واليوم مش بس بلبنان، يعني هو اللي بيشفع فينا انه الكورونا مخليه كل بلدان العالم تكون صعبه تروح تقضي فاكيشن فيها، مش علينا بس يعني. اكزاكتلي exactly. كل العالم عندها مشكلتنا عم بحكي الصحيه. فهود اللبنانيين اذا اجوا صيفوا بالبلد جمعه وجمعتين وشهر وشهرين بيفيدوا بلدهم وبيحطوا عملة صعبة بالبلد بتخليها تساعدنا. هذه شغلة مهمة انه الاجنبي ما كان سائح او لبناني مقيم برا ما لح يتأثر بالازمة الاقتصادية اللي نحن عايشينها هلا. بالعكس لح يشي، والحمد لله نوعا ما لهلا انه امنيا البلد مقبول وضعه، يعني صحيح. الحمد لله ما عم بيصير في عنا حوادث امنية يعني. يعني لذلك اكيد لازم هاللبناني يفكر ببلده كمان. هلا مطالب النائبات كنت عم تسأليني هي واضحة. أول مطلب عند النائبات بيقولوا لك استقرار سياسي واستقرار أمني، هيدا أول مطلب، يعني هيدا أول نقطة. تاني نقطة هي أنه يكون في تعاون من الدولة ومؤسسات الدولة معهم، ويلي بلش يصير. وهلأ مستشار وزير السياحة قال، يعني بمعنى مبسط يسمحوا لهم اليوم يستعملوا تروتوريت. تحضرت أفهم بتشوفي أنه بباريس سمحوا للمطاعم يحطوا برا، ما هو مجبور يحط العالم برا. اكزاكتلي مجبور يحط برا، يخففوا الغرامات، يخففوا الزبوطه. سو هيدي قصص ما بدها لا وينين ولا مجلس نواب ولا مجلس وزراء، بدها يمكن محافظ يعطي. وهون نحن كمان انا بقول لك نحن اخذنا موعد مع عده محافظين وعم نتواصل معهم. ثالث نقطه هو تأمين التواصل مع الخارج من خلال السفارات الموجودة بلبنان ومن خلال الخارج دغري، يعني مثل بكرة وزير السياحة أكيد عم يتواصل مع الكل، فخيمة الرئيس، دولة الرئيس، لحتى يشيلوا رفع الحظر عن لبنان، لحتى يرجعوا هالمواطنين العرب وغيرهم قالوا الحق يجوا يقضوا فاكيشن بلبنان. رابع نقطة وهون المشكلة الكبيرة، تأمين تذكرة سفر رخيصة بسعر معين، رخيصة لحتى المواطن اللبناني وغيره، لأن كل العالم اليوم فيها أزمة اقتصادية يقدر يجي يقضي شوية وقت لبنان. وآخر نقطة وهي كمان نحن كتير أساسية من اللي هي هيدي النقطة. بس أنا بتهمني كيف بكون تعملوا قصة الطيارة؟ نحن مش دولة، لا هيدي الدولة مش لازم. دولة بس كيف بتكون تضغط؟ نحن اللي بنعمله، نحن لازم يكون في لوبينج لحتى أول شيء ينشغل مع، وكان بلش ينشغل ومنعرف كلنا أنه بلش ينشغل، إن كان مع حكمية مصرف لبنان أو إن كان مع الميدل إيست لتوطي أسعارها. بس الميدل إيست بتقلك أنه عندها ليميت ما بعود فيها تنزل عم تخسر. ومن قبل كان يجينا نحن لو كوست شركات تجي على لبنان، اليوم كلنا بنعرف أنه هاي الشركات إذا بدها تجي الطيارة معبية بدها تروح معبية، واللبناني ما قادر يسافر لأنه عنده ظروف اقتصادية. آخر نقطة كمان أساسية داليا، وبمحل معين حكى عنا استاذ مازن وجو حكى عنا، هو انه ينخلق بلاتفورم سياحيه موحده. نعم. انت بدك تسوق لبنان كديستنيشن كله سوا للعالم تجي عليه. استاذ غسان بس بتعرف قد ايه عم تحاول قبل عبر السنوات، يعني انا ما بدي فوت بقصه الفساد اليوم، ما عبالي كتير فوكس على هاي النقطه، بس ويب سايت، بوكلت، تسويق للبنان، بتعرف قديش انعمل
من هيدول القصص لحتى يصيروا على سكة وما نجي هلأ بال 2021 نطالب ببلاتفورم سياحي؟ لازم يكون في ديسنتراليزاسيون، يعني انه كل منطقة هي تهتم بالدليل السياحي تبعولها، يكون اسرع واكرد اكتر يمكن 100%. انت بس تروح تخلق الدي ام اوز بالمناطق اللي هلأ رح نحكي عنهم بعد شوي، بتكوني عم تخلق لا مركزية ادارية للسياحة. ونحن مع مين يعني بتخلقها؟ مع البلدية، بلدية مع اتحاد بلديات، فيك تخلقيها مع بلدية، فيك تخلقيها مع محافظة، فيك تخلقيها مع سايت معين، يعني مع قلعة بعلبك بكل العالم موجودة هي اللامركزية الإدارية للسياحة، يلي هي بتصير قايمة بحالة، عم بتسوق لحالها، عم بتحط قوة يعني نقاط القوة تبعها وعم تجذب العالم لها. حتى غسان هذا اللي عملناه مع وزارة السياحة نحن مؤخرا، هلا بنحكي معه بعد شوي. بكل المدن يعني والبلدات انا بتابع على السوشيال ميديا، في صفحات اذا بدك شبه رسمية وكبيرة تابعة لكل هالمدن وهالبلدات، ويلي فعلا كل واحد بينشر منطقته شو فيها وشو بتحوي من مناطق سياحية وأثرية. قد ايه تأثير هالشي خصوصا عبر يعني على مواقع التواصل خصوصا انستغرام كتير قوي داليا، حسب خبرتي انا الكبيرة ملاحقتك بالبلد كتير السوشيال ميديا صار اذا بدك سلاح بايد المواطن، يعني بيقدر يودي الصوت ويودي الفكرة بطريقة مباشرة وسريعة وبدون كلفة يعني. نعم. لذلك انا برأيي اذا وزارة السياحة ولا غير وزارات استعانت بهال الاشياء الخاصه يعني ممكن تلاقي نتيجه كتير سريعه وفعاله اكثر. نعم، لانه للاسف كلنا عارفين واقع الدوله تبعنا انه ما عم بيكون في ثقه بكل شيء عم تعمله الدوله. اذا الدوله بتستعين شوي بالقطاع الثاني اللي هو خاص اذا بدك بين هلالين انا برايي بيكون كتير فعال. نعم. لمين لشو منحاز اكثر، للجبل ولا للبحر؟ أنا بتأقلم مع الاثنين، بس أنا عندي ميول أكيد مع التضاريس الجبلية كتير. نعم. في الهايكينج بالجبل، إنما على البحر يعني في خطوط بحرية يمكن الاستمتاع فيها؟ إيه بطبيعة الحال أكيد، يعني بحرنا حلو نحن وشطوطنا كتير حلوة، أكيد واحد بيقدر يستمتع. حتى يعني اكتشفت شي مرة إذا فيك تعمل خط ساحلي على الرمل مثلا بامتداد معين ولا بعد ما اكتشفتها؟ لا اجمالا انا الفوكس تبعولي اكثر شيء عم بيكون بالاشياء الجبليه لانه فاست اكثر، يعني واسع كثير وفيها تنوع كثير جغرافي، وانا عندي ميول لهالشغله، بس اكيد ما بيمنع انه الواحد لازم يهتم بالموضوع اللي حضرتك قلتي. طيب انا بس بنصحكم يعني تمشوا من اذا بدكم من رملة صور تتوصلوا على رميلة، معلش لو اعترضتكم كتير من السنة وكذا ما هي المشكلة ضل بالفعل انه الجبال بعد ايد البشر ما وصلت له، يعني هالمخالفات اللي بنشوفها بالبحر من تعديات بحرية للأسف على احلى شطوط اللي عنا اياها ما بتشوفيها بالجبال، لانه الجبال اول شيء بعيد كتير ومناخها قاسي، يعني ما في اجر لفوق. في ناس بتقول لك بعد 3 ساعات بالطبيعه انا بزهق، شو بدي اطلع اعمل بالجبل؟ بمجرد اكيد مش طالعين على الطبيعه. يعني شو ابرز الانشطه اللي ممكن تنعمل؟ في كثير بالفعل، يعني انا ما لي حق احكي، انا يعني بحب كثير هاي المناطق وبصلي عشان اول شيء عندك يعني. رياضات انواع بالجبل، رياضات واحد بيقدر يعملها شخصيا، يعني يقدر يطلع يمشي الكلايمبينج، بيقدر يعمل رافتينج بالانهار، عدد سبور ميكانيكي اللي بتقدر كمان تمارسيه بالجبل مثل اتيفي بالشتاء، سكيدو، بيسيكلات، سايكلينج، كل هول اللي عم نحكي عنهم في عنا كتير محلات بتصلح لكل هالرياضات اللي انا عم بحكي عنها، بس هو مشوار بس تطلع على جبل اعتبري عم تعملي هايكينج بتقضي نهار ما بتحسي. مزبوط. مرت اللي بقى الجاي بتقدري تمارسي غير رياضه. هلا رح نقول على الزراعه، بس فيهم يسلقوا، بتعرفوا شو يعني يسلقوا؟ يعني قطفوا هيدا الشيء مثل السلقوا يطبخوا، فيهم يعملوا موسم الكرز ويقطفوه، فيهم يقطفوا تفاح، في كثير قصص حسب المواسم ممكن تنعمل وتسلي وتعمل جمعه. صحيح. يعني الجبل عملناها السنه الماضيه، أخذنا الشباب قطفوا كرز ببسكنتا ناموا بالدير، اجوا النسوين يعني ستات بسكنتا عملوا لهم 10 كروي، تاني يوم راحوا قطفوا الكرزات اشتريناهم مثلا تقطيف التفاح. انا بتذكر عين بجد كنت انا اطلع كمان احط ايدي واقطف تفاح. ليش نستعين بيد عامله اجنبيه للقطاف؟ شو العيب اذا طالب اذا عنده وقت يطلع هو يستفيد وهو يشتغل؟ يعني اليوم ديفيد كولتر اللي هو احد ابطال فورمولا 1 كان هو يطلع عند جده على ريف سكوتلند وهو يقطف العنب.
يعني عن جد في اشياء نحن عايشين فيها بلبنان بنستحي فيها، بالرغم من انه هذه الاشياء اللي نحن بنستحي فيها هي من صلب تراثنا، والواحد لازم يشوف حاله وينبسط فيها. لو عم نذكر هلا لحفوت بالهلا الشيء السياحي، بدك تعطيني بتفصيل قبل ما يفوتوا المداخله رؤساء البلديه، بس اذا عم بتذكر بتعرف شو اجمل ذكرى انا عندي اياها حافظتها من سته مثلا، اللي انا ما ربيت معها ما شفتها كثير الا اذا بدي اجي بالخيال تبعها، هو موسم قطف الزيتون. يعني تخيل انت هلا عم بتجيب عمال ليقطفوا لك زيتون، كانت العيله كلها سوا واخوالي والولاد وكلهم يجوا يقطفوا زيتون، ليه نقعد يومين ثلاثه لنقطف زيتون ويعملوا اكل معين وهذا اللي بيعمل القهوه وهذا الكذا. تخيل هالذكرى اللي بتكونها براسك اذا نحن مثل ما عم بيقول جو عملنا همي شباب وصبايا على قطف الزيتون، ما انت بتجيب ناس لحتى يقطفوا لك زيتون. بدها توعيه، ما بدها كثير. صحيح، بدها توعيه. صدقيني بدها توعيه بكل المواسم، هيدي بكل الجبل بكل المواسم. غسان اشتغلت كتير بالزراعة مثل ما الكل صار بيعرف، ووزعتوا بذور ويمكن كنتوا عندكم رؤية هيك سباقة لهيدا الموضوع الزراعي، بس ليه اللي بيعرفوا انكم اشتغلتوا بالسياحة؟ اليوم نحنا مستضنين يعني الإضافة كلها للموضوع السياحي، شو عم تعملوا هلأ بآخر شيء سياحيا وعقبت على موضوع اللامركزية اللي حكي عليها؟ شو دوركم؟ نحن بالإعلانية عنا فريق متخصص بالسياحة، هو الـ LTE Lebanese Tourism، يلي هني شباب عندهم خبرة طويلة بالسياحة، بيشتغلوا بهالقطاع، بيحبوا هالقطاع وحابين يعطوا من وقتهم ليطوروا القطاع. من بعد دراسات كنا مبلشين فيها مع الزراعة، بس لسوء الحظ الظروف من بين 17 تشرين وبعدين الكورونا وبعدين انفجار 4 آب مدت القصص معنا وتأخرت لهلأ نفذناها. نحن يلي عملناه هو بسيط جدا. اليوم مثل ما كان عم بيحكي جو، مثل ما الكل حكيو، لانه العالم عامل هجمه على السياحه الداخليه، هيدي السياحه الداخليه بدك تنظمها، لانه اذا ما نظمتها اول شيء بتاذي المنطقه يلي عم تروح عليها. صح. واحد، لانه ما بتكون عم بتروح بطريقه منظمه، بتكون عم مرات عم بتضر البيئه لانه العالم مش منتبه. انا ما بقول عن قصد، وممكن واحد يأذي حاله كمان مثل ما قال جو، انه العالم لانه منا معودة على هالنوع السياحة، ناس بتغرق، ناس بتكسر اجرة. ولنروح اكتر، السلطات المحلية ان كان بلديات وغيرها منا معودة كمان، في بلديات ما بحياتها كان يجي لعندها سواح، ما كانوا يزوروها، عندها مناطق روعة ما كانوا يزوروها. فنحن الفريق السياحي تبعنا اشتغل على شيء اسمه يعني DMO Destination Management Organization، يلي هي منظمات بتطبق اللامركزية الإدارية للسياحة، وبصير كل ضيعة أو مجموعة ضياع أو منطقة أو مجموعة مناطق أول شيء بتدرس شو هي مقوماتها السياحية، بتجمع كل الستيك هولدرز مع بعضهم، بيعملوا استراتيجية موحدة لهالمنطقة، بيروحوا بيسوقوها، بيجبوا السواح لها وبيشتغلوا بطريقة أنه السياحة تكون مستدامة عندهم. مش اليوم عم تشتغل وبكرة ما عم تشتغل، مش منعمل ضربة وبعدين ما منكفيها، وبيصيروا يطوروها. سو فريقنا عمل هالشغل. هلأ يلي تمم هو الشغل هو بفضل، أنا ما فيني أنكون أنه الوزير جيدانيا قبل كان بلش معنا وكنا رح نمضي هالدي أم أو اجريمنت مع الوزير جيدانيان بمؤتمر تاني يعني الجنوب. يعني هلا مع وزاره السياحه ماضيه هيدا الشيء لتطويره، مده ام او يو مع وزاره السياحه اعطتنا حق نتعاون مع السلطات المحليه لنبلش ناسس دي ام اوز بكل لبنان. ونحن اول دي ام او راح نبلش نشتغل، بلشنا نشتغل عليه هو مع اتحاد بلديه جزين. مشان هيك قلت اعطيتني شوي هيك نوشون بجزين، لانه اتحاد البلديات حاضر والرئيس خليل حرفوش الرئيس هنيك حدا عن جد مهتم وحاطط، وبعرف كتير مثله معقول، بس هو حاطط ايده وعقله بالسياحة وقردي بلش، وحبينا انه نقلع من جزين ونحن رح نكفي على عدة مناطق. تاني منطقة جو، منطقة زوجته حاضرين. دبية لانه جيرانه بالفعل في عندهم منطقة دبية انا ما كنت معرفها كمان اسمها الفخيتي، يعني هي نوادي كناية عن وادي وفيها نهر اكيد. نعم. بهالفترة بيكون ماشي، منطقة كتير حلوة. نعم. كمان قليل الناس اللي بيعرفوها، وانا ما كنت بعرفها على حجه مرتي يعني دلتنا عليها، ومنطقه كتير رائعه. كمان في الساحل يعني هي كمان بين الشوف وبين لا هي بيت بالفعل، هي بين الشوف وبين منطقه حلوه. كمان بدي اعلق على شغله، ما ننسى انه بلبنان السياحه بتقدر تضل ماشي صيف شتي. يعني هي ذات التضاريس يلي بنستفيد منها سياحيا بالمناطق الجبليه بالشتويه، بنقدر كمان نستفيد منها بالصيفيه. هيدي شغله
اد فاليو يعني لانه بس انا حابب اقول شيء بس لما كنا قطعت الفكره انه نحن اليوم وزير السياحه الحالي دكتور مشرفيه هو اللي دعمنا لنكفي بهالخطه وهو اللي شد عقيدنا لنمشي بالدي ام او. نعم لا رأب بيكون في عنا كمان حلقه موسعه عن كل هاي التفاصيل معه وخصوصا من بعد زيارته وهالبوش اللي عم يعمله. هيدي الشغله كثير مهمه على فكره. وزير مشرفيه يعني حاطط بعرف الوزاره الثانيه يقضي اكثر من وقته بس السياحه اساسيه والله مازن والشباب مكفيين وموافقين. حيكون معنا على السريع رؤساء بلديات. شوي هيك حبينا ننقي اذا بدكم من اكثر من منطقه. رح يكون معنا هلا من كوكبه جنوبيه رئيس بلديتها اللي رفيق ابو نقول، ورح ينضم لنا كمان رئيس بلديه فقره الدكتور بسام سلامه فقرة كفر دبيان، ومن ثم رح يكون معنا الأستاذ مارسيلينو الحرك من البترون. مساء الخير. بونسوار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالأستاذ إلي رفيق أبو نقول. خبرني منطقتك منين بروحولة مظبوط؟ بونسوار بالأول داليا وغسان وجو وكل المتابعين للبروغرام، وميرسي لكم مجال أنه نحكي عن كوكبة. كوكبة طريقة الرئيسية عن طريق أكيد صيدا، نبطية، بعدين الليطانة، درماميس، ليعة، مرج عيون، وصولا لكوكبة، وأكيد فينا نوصلها من البقاع الغربي. نعم. المصنع البقاع حسبية كوكبة. نعم. في طريقين بيوصلوا على الضيعة. نعم. شو الإجراءات اللي اتخذتها بلديتكم لوضع كوكبة على الخارطة السياحية؟ بدي أقول لك شغلة داليا، نحن من 2016 مش من هلأ، من وقت ما انتخب المجلس البلدي الحالي عرفنا قيمة السياحة الدينية والبيئية. نعم. نظراً لأنه كوكبة يعني عندها طبيعة حلوة وعندها معالم سياحية بيئية ودينية. أكيد كان قبل 2016 كان في مبادرات فردية وكان في ناس عم تسعى لهالموضوع. جربنا من 2016 نكودر هالموضوع. أول شغلة عملناها جمعنا كل الهيئات بالضيعة، كل الجمعيات، وحطينا بلان دو ترافاي، وقلنا أنه هالبلان لازم يبلش بال 2016 ويخلص بال 2020 أما 21. وعملنا عدة خطوات تراكمية حتى صارت كوكبة هلا بعتقد من الضياع بالجنوب يلي هي بتستاهل إنها تنزار، لأنه صار فيها أكثر من موقع بينزار، وصار فيها أكثر من بوست هالسايح بيكون مرتاح فيهم. وإذا بتحبي بحطيك بالجو يعني وين صرنا بهالموضوع. نعم بس بدي بس مسي على رح ارجع كمان اخذ منك يعني هيك توجهاتك او توجيهاتك للمغترب اللبناني وشو ممكن يزور بكوكبة. بس خليني مسي على الدكتور بسام سلامة. مساء الخير رئيس بلدية فقرة كفر دبيان. مساء الخير، كيفك انت ونحن مواطنين عنده. مساء الخير استاذ. مساء الخير رئيس. دكتور بسام، فقرة مفولة هلا اللي عم يسمعنا بيقول بتعرف دائما بيصنفوا فقرة انه هي اذا بدك المنطقة اللي اكثر قدرة على اذا بدك على الصرف. فقرة مفولة ليه هالقد في ضغط بعز دين الأزمة على انه الناس بتسأل اذا في محل بفقرة للأجار ما بتلاقي محل؟ وقديه فتح عندك استثمارات من 2019 لهلا؟ يعني قديه في عندك مطاعم زادت؟ صح داليا، بدنا نعرف شغلة انه كورونا شكلت لحظة تحول بالمسار الاقتصادي والوجود الناس خصيصا بالمناطق السياحية. يعني مثل ما بتعرفي انه فقرة كانت موجودة قديما، هي وعيون السمان المناطق السياحية كانوا اهلها يطلعوا او سكانها شهر يقضوا ويفلوا. بسبب كورونا اضطرت الناس تقعد ببيوتها، واكتشفت خلال هالفترة جمال لبنان الطبيعي. يعني بمطرح معين وقت كنا ناسيين حالنا وعم نبرم، وانا بسميها كانت حفلة جنون قبل، كل العالم عم تبرم ونحن ناسيين بلدنا، ويمكن ما انتبهنا شو الملامح الجمالية الموجودة عندنا.
يمكن هالسنة صار في عنا شوية انتماء للمطرح اللي عايشين فيه أو اللي لازم نكتشفه أكثر. فارا كانت عندها أسس عملت بتنظيم مدني رائد في المنطقة، وفي نوعية ناس ما نقدر نحكي بهذا الموضوع لأنه طلعت وقعدت فوق وظلت موجودة من وقتها ما بلش الحجر تبع كورونا وكفى. وصار وهلا الشيء اللي صار خلق حركه اقتصاديه حوالي من ان كان بعيون السمين او بفردبيان بفردبيان كتول. يعني في مطاعم رجعت طلعت، في استثمارات كمان عم تطلع، صار في حاجه اكثر لناس يشتغلوا من سيكيورتي من ديليفري من يعني كمان بلش موسم التزلج كمان تقطع شوي صغيرة بسبب اللوك داون، بس كمان هذا الموضوع شجع الناس تطلع لفوق وتقعد وتخلي ناس أكثر تشتغل. يعني تقريبا دكتور تقريبا دكتور بسام زادت عندك يعني عدد المطاعم قد ايه؟ أنا بتصور يعني ما فينا أعطي رقم بقدر ما قلك إنه في كتير ناس ومطاعم معروفة بالبلد طلعت اشتغلت هون سنة الماضية. هيدا الشيء بيزيد فرص العمل اكيد بالمنطقه وللناس للشباب خصوصا. انا بقول ان شاء الله يعني فردبيان تعمل مثل خميره تتمدد لكل البلد لانه الحركه عن جد منيحه هون والجو منيح. بتمنى الكورونا او الجائحه تنحصر قد ما فينا خصيصا هالصيفيه لنقدر نستفيد من الموسم ومع كل الناس الموجودين هون والحركة الموجودة الاقتصادية. نعم. رح انتقل لأستاذ إلي رفيق بنقول لمزار كوكبة لهلا شو بتقله وشو والأهم شو بيستفيد إذا المغترب أو غير المغترب، شو بيستفيد ابن كوكبة إذا المغترب أو غير المغترب طلع يمضي يومين فيها؟ لا أكيد في إفادة للمغترب وللسائح ولابن الضيعة. كلنا رح نكون مستفيدين. عملنا سيكل كبير ببلش بيتألف من عدة مواقع، ببلش بساحة الضيعة الرئيسية. ركبت البلدية السنة بانو مع كيو آر كود لكل المواقع السياحية بالضيعة، بيوصل السائح أول ما يوصل بيقدر ياخد على الموبايل تبعه كل المواقع إذا ما كان معه جيد، وإذا كان معه جيد بيكون أحسن وأحسن. المواقع اللي بيقدر يزورها هن أربع أساسيات: عين المسيح يلي هي صارت هي اللي هي عين عجائبية المسيحيين وإخواننا المسلمين الكل بيأمنوا فيها ويلي عادة البلدية تأهيلها. بيقدر يزور الزيتون الروماني المعمر يلي عمره حوالي 4000 سنة. بيقدر يزور سيدة حرامون يلي هو هلأ البروجي الكبير اللي عم تعمله البلدية يلي أكيد رح يستقطب لاحقاً وقت اللي يخلص كل السواح من كل أنحاء لبنان وأكيد من العالم. مزار سيدة حرامون رح يكون على مساحة 6500 متر. خلصنا هديك السنة دشنا الكنيسة الخارجية يلي بتسع 650 شخص وبلشنا بالحفر وإن الله راد رح نطلع بالبرج والعذرة رح تكون على البرج تتحمي كل المنطقة وكل الجنوب. قديه تقريبا بالضبط استاذ إلي بدأ من بيروت من العاصمة وقت بدنا ساعة ونص ساعة واربعين دقيقة بس لأنه في هالمسافة الطويلة خدنا هالشي بعين الاعتبار. البلدية دشنت بال2019 كوكبة إيكو فيليج يلي هي كناية عن ريزورت سياحي أكيد بأسعار كتير واطية بأسعار الكلفة تتشجع الكوكبين يطلع على ضيعته اللي ما عنده بيت والسايح يطلع على ضيعته. يعني صار في سايح وقت يطلع تيعمل سياحه بكوكبه صار عنده مطرح ينام اذا بده يقضي نهار ثاني اما بده يروح على غير ضياع. كوكبه ايكو فيليج عم صار لها سنتين عم تستقطب ناس من كل وسواح من كل لبنان. هيدا الشيء اللي كان ناقصنا انه نعطي مجال للمنامه بالضيعه وهالشيء صار. وهديك السنة كمان لهواة الكامبينج ولهواة الرياضة ولهواة الهايكينج دشلنا كمان كامبينج لاند. عملنا كامبينج لاند بمساحة كبيرة كمان لهواة التخييم
يعني نعم. صار عندنا بالضيعه اثنين اوبشنز، صار عندنا عم بأيد الجوع، عم بأيد بده يطلع على كوكب. اسمح لي بس اسال شو الجوع عجبتك الفكره وفي. ايه صراحه يعطيك العافيه استاذ، يعطيك العافيه رئيس بسام كمان حبيبي. ما صح لي صراحه اطلع بس بسمع فيها. نعم، وهذا اللي كنت انا عم بحكي، انه اصغر ضيعه بلبنان لاكبر ضيعه بلبنان فيها مناطق خرج الانسان يطلع يشوفها. طلع على كوكب غسان مرئين مرئ الطريق، بس اللي عم بيحكي عنه ما لنا شايفينه. نعم لا بالصراحة. يعني نحن حاولنا نروح على جنوب، وكان بعد عندنا رئيس بلديه منجز بس ما قدر طلع معنا لنروح على اقصى الشمال. بدي اوضح بس يا بدي اوضح شغله ايه؟ بدي اوضح المرئ مرئ الطريق بكوكبه بيمرق على الطريق العام يلي بتربط خط مرج عيون لي على كوكبه بالبقاع. كل هالاشياء اللي عم بحكي عنها هن بقلب الضيعه، يعني السايح الوقت بده يطلع على كوكبه بيمرق بالطريق العام، اذا مرق بالطريق العام، الطريق العام هي جزء اساسي من الضيعه بس هي ما بنقدر نعمل عليها هيك مشاريع لانه نعم. طريق دوليه نعم. بينما بقلب الضيعه في الاشياء اللي عم بحكي عنها نعم. صار عندنا كاف وكامبينج لاند للمنامه نعم. وفي بس بدي ضوي عليه بعد نعم. شغلتين صغار بس، انه نحن عم نشجع بكاف مش بس المنامه، عم نشجع بطريقه غير مباشره تصريف المونه اللي عم بيعملوها سيداتنا بالضيعه جمعيات وعلى الصعيد الفردي. نحن عملنا بما انه كاف هي بيد اند بريكفاست بالسناك بالمطعم الصغير مطرح ما بيكون في الترويقه، خصصنا مكان لكل النسوان وسيدات الضيعه ودموزيلات الضيعه اللي بيحبوا يعرضوا منتجاتهم عم بيعرضوها بكاف، وهيدا شيء افاده غير مباشره كمان عم بتكون لانه في كثير سواح عم بيشتروا المونه وعم بيشتروا الزيت والزيتون يلي بتشتغل فيهم كوكبه. دونك مش بس عم نشجع السياحه البيئيه كمان عم نشجع الدوله الاقتصاديه بعد الضيعه. خليك معي لانه بعد عندي سؤال لك، بس خليني فوت على دكتور بسام. دكتور بسام، المغترب اللي عم بيشوف دائما نص الكبايه الفاضيه، شو فينا نقول له عن النص المليان وكيف عم بتسوقوا منطقتكم بكفر دبيان؟ يعني عن طريق اي شيء، وسائل تواصل، على صفحتكم، عم بتحاولوا قد ما فيكم يعني توصلوا هذه الصوره الحلوه على النص مثل ما بيقولوا المليان؟ صح، نحن تسويق الضيعه قطع بكذا مرحله، يعني وقت بلشنا بال 2016 مثل ما قلنا نحط خطه تسويقيه كمان كفر دبيان كانت موجوده وكمان تحفز التسويق فيها، كان في مهرجانات، كان في عمل على السوشيال ميديا، كل هالامور ساهمت بفريق عمل انه يطلق اكثر ويبين اكثر الاعمال ان كانت الرياضيه او السياحيه او المهرجانات او هالامور كلها بكفر دبيان او النشاطات اللي كانت تصير بالمراكز السياحيه. هلا من بعد اللي صار باللوك داون او الوباء اللي اجى على البلد وعلى العالم والترند الجديد اللي صار، في خطه جديده كمان عم تنحط لتتماشى مع الشيء. يعني نسات كفر دبيان بطلت انه يطلعوا شهر بآب وتفل العالم او يطلعوا شي شهر او شهرين بالتزلج ويروحوا، صار في مثل تسويق مستدام للضيعه يعني بتلاوينا وبالمناظر الطبيعية اللي فيها، يعني جسر الحجر أو القلعة الأثرية أو المناطق الكبيرة اللي فيها وادي الصليب، للمناطق اللي فيها هايكينج، للينابيع والعيون الموجودة عندنا. واللي كمان بنحب نذكر إنه كمان في عندنا مجتمع زراعي. المجتمع الزراعي اللي هو الأساس اللي عم تشتغل البلدية بتعمل معرض زراعي، ويمكن اذا سمحت الظروف بنعمل شويه مهرجانات لايت ما بيقولوها، يمكن وان مان شو او الناس يقعدوا موجودين فوق، وبهالشيء بنقدر نوصل المنتجات تبعنا اللي هي بجوده عاليه للناس ونعرفهم عليها، وكمان مثل ما قال الرئيس بنساعد بالدوره الاقتصاديه خصيصا بالظروف الصعبه. نعم يعني كمان الموني بكفر دبيان شغله. يعني سؤالي الاخير لك، انا بشكرك كثير دكتور بسام، على امل انه نتوسع اكثر واكثر ونلقي الضوء، يعني انا بقول لك كل الناس اطلعوا على كفر دبيان، المنطقه بتجنن، الهايكنج فيها بجنن، هواها كثير حلو، وفيكم كمان اذا عبالكم تروحوا يعني من كفر دبيان على زحله فيكم تروحوا، بقى بتطلعوا على القرن السوداء مطرح ما بحب جو، بتكفوا 6-7 ساعات هايكنج، يعني بتكونوا وصلتوا الكسروان بالبقاع. سؤال
سؤالي، شكرا جزيلا دكتور بسام. سؤال الاخير لك استاذ الي، كيف مولتوا مشاريعكم؟ بكفر سوري بكوكبة اغلبيتها بكوكبة من الان جي اوز. اشتغلنا مع اليو اس ايد، اشتغلنا مع الاتحاد الاوروبي، اشتغلنا مع الميرسي كور، اشتغلنا مع كل الجمعيات اللي مدت لنا ايدها، مع كل الجهات المنحه اللي مدت لنا ايدها. وبتعرفي وقت اللي تشتغلي مطرح بجديه بتصير مثل بولدوناج، هي المشاريع بتصير مثل بولدوناج والحمد لله قدرنا. وبدي اقول لك شغله بس صغيره بعد كثير بهمني ضوي عليها، انه السياحه البيئيه والسياحه الدينيه بلا اهتمام بالتفاصيل وبلا اهتمام بالبيئه بتكون ناقصه كثير. كرمال هيك كوكبه بكل فخر 21 حزيران رح تكون، رح توصل لمرحله 0% نفايات. نعم. احنا ب 21 حزيران من بعد ما مرقنا بمرحله الفرز، ب 21 حزيران رح ندشن معمل كومبوست بتمويل ايطالي بمساعده مؤسسه الخليل الاجتماعيه، ورح نوصل لهالمرحله اللي هي اكيد مساعده. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. اهم ما سل لنا هلا اليوم هالمنطقتين، اتعذر الاتصال مع مارسيلين والحرق، ان شاء الله بحلقه ثانيه. وكمان بمنجز كان في عندهم مشاكل بالاونلاين. بريك ومنتابع الفقره الاخيره من هذه الحلقه. متابعين معكم فقرتنا الأخيرة من الحلقة لليوم، اللي هيك شوي حسي إنه فيها نفس بيقول إنه إيه نحنا موجوعين، إيه نحنا خيفانين، إيه نحنا قلقانين من رفع الدعم، قلقانين من الكهرباء، قلقانين من المحروقات، بس نحنا عنا كل العزيمة نقدر ننشط حالنا قد ما فينا. والسياحة ركيزة كتير مهمة لنقدر نطلع ولو على القليلة درجة بهذه الانهيار وهي الأزمة اللي كل بلاد العالم عم تتعرض له، وبلبنان خصوصا. والشباب اللي معنا وهلأ شباب اللي إن كان بدرب الجبل أو درب عكار كمان رح يعطوكم فكرة عن شو فيكم تستفيدوا من لبنان. ولكن هيك بدي أخد انطباعكم بالقبل جو عن كوكبة وعن أهمية، أو عن حتى كفر دبيان، وعن أهمية أن يكون الواحد بمشوار بنهار واحد عنده أكثر من شغلة يعملها. يعني كوكبة فيك تقطع قلك على مرجع يوم، بكفر دبيان كمان فيك تقطع، حتى فيك تطلع من حريصة وترجع تكفي على كفر دبيان وتكون زرت محلين. قدي مهم الشغلة كتير مهمة أكيد هيدي، لأنه الخصائص لبنان الجغرافية اللي هو بلد كتير صغير، إنما في تنوع مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، تنوع بيئي هائل بيخلي انه المواطن يقدر يزور كذا محل ويستمتع، مش انه يضيع وقته بس على الطريق. هي شغله كثير كثير مهمه عنا ومفروض نعرف نستفيد منها اكيد. وبالنسبه للرئاسه يلي طلعوا معنا من شوي، بالفعل انا بدي اهنيهم. كفر دبيان انا سكني قريب على كفر دبيان وكثير بطلع للمنطقه، منطقه كثير رائعه، والبلديه يعطيهم الف عافيه بيهتموا كثير بالمنطقه. انما لفتني رئيس بلديه كمان كوكبه بالفعل على المجهود اللي عملوا، هذا بيخلي الاساتذه اللي طلعوا معنا يكونوا اذا بدك مثال لكل رؤساء البلديات، انه يقدروا يشتغلوا كل واحد على نطاق منطقته ويجيب مساعدات. وفي واحد بيكون كرياتيف، يعني بده يخلق فرص عمل، بده يخلق نشاطات بمنطقته على جميع الاصعده يعني. وهذا الشيء اكيد بيعمل انماء بالمنطقه. نعم. وهلا انا من وراء اللي سمعته بكوكبة من رئيس بلديه كوكبة، صار عندي انا فضول انه اروح زور المنطقه. خدنا معه رايحين على كوكبة، كلنا رايحين على كوكبة. كمان كنت بدي ادور على الباترون وعلى هيدي اذا بدنا نقول مثل ما بيقولوا اللي عم بيصير بالباترون من الحركة، واللي كمان عم بتشغل كتير من الناس. إنما تعذر الاتصال، وإن شاء الله بالمرة التانية يعني بالباترون بيقولوا لك ما في محل تقدر تستأجره. كمان أستاذ غسان، وقدي دور بتلعبوا مع الهيئات المحلية من حيث إدارة وتسويق هالوجهات السياحية؟ خليني أقول لك الكوميونيتي بيس توريزم يلي هو بتعمليه بالتعاون مع الهيئات المحلية هو أساس لاستدامة السياحة. اليوم كل منطقة عندها مقوماتها، كل منطقة عندها خصوصياتها، عندها شيء بتبين فيه أكثر من منطقة تانية. الأساسي هو أنه تخلقي structure، تخلقي ميكانيزم يقدر يطلع هيدول القصص يلي خصوصية بمنطقة معينة، يضوي عليها، يطورها، يعملها management، يعني يديرها بطريقة مزبوطة لحتى تكفي لقدام، ويرجع يروح يسوقها ليستقطب عليها السواح. نعم. من هون بيجي
اللي عم نعمله هو استكمال للي عم يعملوه رؤساء البلديات وغيرهم. هني عم بيطوروا منطقتهم، انت بتيجي بتاخذي او منطقه واحده او عده بلديات عندهم نفس الخصوصيه او بيكملوا بعضهم، ما ضروري يكونوا نفس الخصوصيه، بتجمعيهم بانتيتي واحده معينه بمجموعه واحده، بتخليهم يسوقوا منتجهم لبرا، بتخليهم يكون عندهم اسم لانه البراندنج اساسي، وبتخليهم يجذبوا سواح لعندهم يطوروا مؤسساتهم ويطوروا الرورال ديفلوبمنت اللي موجود عندهم لحتى هيدي المناطق لحالها تقوم بحالها. بس انا بدي اقول كلمه واحده، العالم لازم تخلي براسها انه بايام المصاعب اول شيء بيتخلوا عن القطاع السياحي، الدوله ما بتقعد تفكر بالقطاع السياحي، واخر شيء بترجع بتحط قوة ودعم للقطاع السياحي. بس نحن عايشين ببلد قطاع سياحي أساسي فيه، ما لازم نخليه ينهار، لازم نحط إيدنا بإيد الكل لحتى نقربه لقدام. نعم تعليقي، ولا بينما يجهز الاتصال مع ثلاث أشخاص وسريعاً لح أخذهم لأنه أنا بهنيهم على كل مجهود. في ناس ما بيعرفوا أنه سواق التاكسي بينطر الموسم يلي زارع فيه البندورة وبيشيل عرق، واللي بيشيل عرق أو دبس خروب بينطر الموسم، صياد السمك بيعطي المطاعم كمان بينطر الموسم. قديش سياحة عبر للقطاعات؟ أكيد، لأنه بالنهاية هي شان، يعني حلقة بتبرم على كل القطاع السياحي، بيأثر على كل القطاعات. يعني حيلا شخص عم بيعمل سياحة بلبنان بده يأثر مباشرة وغير مباشرة على عدة قطاعات، أكان المشروب، أكان الأكل، أكان التاكسيات مثل ما حضرتك تفضلتي. هلا الزراعة كل شيء بيتحرك، وخاصة اللي بيجي لعنا عدد كبير من السواح، ما بعرف إذا من سنتين بلغ حوالي 1.5 مليون، 1.8 مليون. عم تتخيلي 1.8 مليون عم ينزلوا يصرفوا بلبنان ويتجولوا بلبنان، بيحركوا كل هالقطاعات. وأبرز في 4 مليون، 4 مليون بأبرز بفوت لبنان بعد أكثر. نعم. شغلة عن جد يعني هي العمود الفقري للاقتصاد اللبناني أو سندي يعني للاقتصاد اللبناني، أكيد ما لازم نهمل الموضوع. نعم، وعندنا للمغترب اللبناني اللي كمان على باله يجي ويقضي محلين أو ثلاث أفكار ممكن يستفيد منهم، هن مع عمر صقر مساء الخير لك رئيس جمعية درب الجبل، أكيد كلكم عاملين درب الجبل، طالعين معهم؟ طالع معهم؟ قصم. أنا لا مش طالع معهم. مش طالع معهم، مقصرين. قصم صغير. إيه عامل قصم صغير. أنا بتصور عملنا كورس أونلاين للرصد الجوي. نعم، المهندس الزراعي عبد الهادي صعب من مؤسسي درب عكار وكمان اللي يحكى كثيرا عنه. هلا اليوم ذكر فنيدق جو، ومعنا كمان مداخله من مريان ابو جودي مؤسسه شركه لو باسبور كولين. في بس جهزوا الاتصالات، مساء الخير لكم جميعا. مساء النور داليا، مساء النور جو، غسان، مساء النور، مساء الخير، يا اهلا فيكم. استاذ عمر، يعني مسيره طويله لجمعيه درب الجبل، وين صارت اليوم الجمعيه؟ اليوم مسيرة درب الجبل مثل ما قلت طويلة، صار عمرنا 14 سنة. قدرت هالجمعية تخلق ثقافة المشي. انقطعت الاتصال لمرجعيون بالجنوب. نعم. على 470 كيلومتر، منقطع ب 76 ضيعة، مقسم الدرب على 27 قسم، بيقدروا رواد رياضة المشي يمشوا ينقوا النهار اللي بدهم بالمنطقة اللي بدهم من الشمال للجنوب، بيقدروا يمشوا على بموقع تراث عالمي، بيقدروا يمشوا بمحميات طبيعية قاطعة بدرب الجبل اللبناني. ما تتخيل قدي في غنى بالإرث الثقافي والطبيعي على هالدرب، يعني من الشمال للجنوب. نعم. شو كيف بتساهموا بالدورة الاقتصادية؟ وسريعا لأقدر أخذ الكل، وشو رسالتكم للمغتربين أولا ثم للبنانيين؟ أوكي، نحن مدام داليا وقت يلي رواد المشي عم بيجوا يمشوا على درب الجبل اللبناني عم بيقطعوا بالضيع. بهالضيع نحن أوريدي دربنا أدلة محليين، وساهمنا بترميم وتجهيز بيوت ضيافة، ودربنا أصحاب بيوت هالضيافة بهدف أنه يلي عم بيمشوا مش بس يمشوا بالجبل وينبسطوا بالطبيعة الحلوة ويكتشفوا جمالها، وإنما كمان يقطعوا على هالضياع، يناموا، يأكلوا، يصرفوا مصاري، يتعرفوا على أهل هالضياع، يحكوا، يسمعوا لهجتهم بين ضيعة وضيعة، بيسمعوا لهجة بين ضيعة وضيعة، في إرث ثقافي متميز
يعني هذا الشيء عم بيساهم أكيد بالدورة الاقتصادية بهالمناطق الريفية. نعم، شو رسالتك للمغتربين سريعاً؟ للمغتربين بنقول لهم نقوا المنطقة اللي بدكم إياها بلبنان، رح تلاقوا إنه قاطع فيها على القمم، على قمم الجبال. أي ضيعة أنتوا بتنتموا لها أو جدودكم هن أصلهم من هنيك وقاطع على درب الجبل، تستاهل إنه تجوا تمشوا عليها وتكتشفوا إرثكم الثقافي والطبيعي. نعم، وهيدي الرسالة أكيد كمان لللبنانيين جميعا وللبنانيين والمغتربين. ننتقل إلى عبد الهادي صعب. عنا حرص وحب كبير لعكار، لهيك خصصناها بلدية وبجمعية درب عكار. بداية بدي أدعي كل اللي عم يحضرونا يفتشوا على درب عكار على إنستغرام ويعملوا لها فولو تيشوفوا أول شي جمال عكار وتيشوفوا حماسة واندفاعة شباب جمعية درب عكار. ثانيا خبرني سريعا كيف بلشتوا وين صرتوا اليوم وشو طموحكم؟ أولا بنشكر لك ولكل ضيوفك ولكل المشاهدين. كتاريخ بسيط عنا، نحن فريق عمل درب عكار، مجموعة بيئية قطعنا كل شيء خاصه بالبيئة ضمن محافظة عكار. إن كان عم نحكي كحماية البيئة، كنعمل ندوات، نشاطات خاصة بالبيئة، تسويق منتجات محلية، كل شيء مرتبط بالبيئة ضمن محافظة عكار. نحن مثلا نعمل تسويق للمنتجات البلدية، منعرف العالم على الطبيعة ضمن عكار. نحن بنستغل موضوع طرق المشي حتى نعرف العالم على عكار وعلى طبيعتها وكيف لازم نحميها. نعم، هيدا الشيء كيف عم بفيد عكار استاذ عبد؟ هلا هو بفيد من عدة طرق. يعني نحن مثلا خلال المشاوير الهايبر اللي بنعملها او النشاطات المختلفه اللي بنعملها بنعرف العالم على الطبيعه، بنعطيهم معلومات اكثر عن البيئه لحتى يقدروا يحموها. يعني عم نبدا انه نحن ما فينا نحمي شيء من دون ما نعرف، فبنعطيهم معلومات بنقول لهم كيف يحموا الطبيعه وهيك تفاصيل. نعم كثير نشاطات. نعم هلا ان شاء الله يبقى معي وقت لشوف قد ايه في الواحد اذا بده يقضي عندكم اربع خمس ايام شو في يعمل، بس بدي انتقل لانه الوقت كثير هيك زركنا. في ست ماريان ابو جودي، خبرينا عن الباسبور كولينير اللي عملتوه. بونسوار، الصوت مش مسموع كثير. هلا وي اي نعم وي بونسوار لإليك داليا ولجو ولغسان ولكل المشاهدين. بونسوار. نحن بلو باسبور كولينير هي الفكرة انطلقت بفرنسا بالأول، ومن وراء خبرتنا ومن وراء التورات يلي عملناها بفرنسا وبإيطاليا صراحة تعلمنا كتير وحبينا نطبقها بلبنان، وإن شاء الله يصير في مجال نعرض الفيديو بس نفرجي شو هي الفكرة يلي بتركز على كمان اللي كان عم بيقوله جو بالنسبة للجايدز وخصوصا لللوكل جايدز. نحنا مثل ما الاسم بدل لو باسبور كولينير، يعني هو جواز مثل جواز سفر بس للسياحة الغذائية. واليوم مين منا ما بحب الأكل وما بحب يتعرف على شو هي الأطباق التقليدية بالضياع وشو هي مميزات الضياع بالنسبة للفود وللدرينكس. يعني عم نحكي عن مأكولات ومشروبات، وأنا مثل ما دايماً بعلم بالجامعة بقول لهم شغلة كتير مهمة يلي هي إنه اليوم نحنا وقت نحكي سياحة غذائية أو توريزم كولينير دايماً منركز على شغلتين، هو مثل كونتينيوم، يعني هو مثل كأنه عم نربط بين الزراعة ومنوصل على الكويزين. وقت نقول كويزين أو جاسترونومي ما بتقتصر بس على الأكل وعلى الطبخ، ولكن بتضم كمان الواين، العرق، المأكولات، الأطباق التقليدية. ونحن أكيد منفتخر بالحمص والمتبل والمتبول، وهذا جزء من تراثنا، بس مش هدفنا بس لأن هولي صاروا بمتناول الكل وين ما كان فينا ندوقهم، ولكن نحن بلو باسبور كولينير صرنا عم نضوي على الأطباق التقليدية
وعلى اشياء نحن انا باكتشافاتي ما بحياتي كنت اسمع فيهم الاكلات مثل الطبيبيسه نعم القورمة مش القورمة سوري المعكرون بقورمة يعني في اكلات بنكتشفهم بضياع كثير مميزه نعم يعني شكرا جزيلا انا كنت بحب انك اخذ اكثر وقت معكم ان الله رد بنكون بحلقه موسعه اكثر نحن وصلت الاخبار لنا شكرا عمر شكرا عبد الهادي شكرا مريان كلمتك الأخيرة غسان شو بتتوجه للناس لكل المغتربين بنص دقيقة وكمان شو أنا بقول إنه لبنان بشهادتنا وبشهادة المغتربين واللي بيحبونا واللي بيكرهونا بلد مميز بلد حلو بلد فيه خضار بلد فيه ناس بتحب العالم تعالوا لعنا تعالوا قضوا صيفية عنا لأنه راح تكون صيفية مميزة لو شو ما خبروكم نعم أنا بعتذر من الشباب أكيد فيكم تلاحقون بدرب الجبل بدرب عكار ومع ماريان على مواقع التواصل اللي تبع لألون جو كلمتك الأخيرة أنا كمان بدي نادي كل العالم أنه ما بدنا نستسلم رغم الظروف الصعبة إذا بدنا البلد ننهض بدنا نطلع لقدام مش لورا وأنا شخصيا بكرس صفحتي على تويتر جو كارح وصفحتي على فيسبوك للرصد الجوي وذر أوف لبنان بخدمة كل الجمعيات حتى الوزارة والبلديات يلي بحب يضوي أكثر على منطقته والمناطق السياحية أنا مستعد وأكيد فورفريا نعم أنا بتمنى أنه هيدي الحلقة تكون عطيت هيك نفس من الخلق إذا بدنا نقول في ظل هذه الأزمة بقول لك كل المغتربين اللي كتير عم يتفاعلوا معنا بكل شيء عم نعمله إن كان إن عن طريق الجمعية أو عن طريق مساعدة كل الناس المحتاجة أنه بليز تعوا على لبنان أنتوا بهيك بتقدروا تساعدونا أكتر بتقدروا تساعدوا أكتر من عائلة بتقدروا تنشطوا أكتر من قطاع وأكيد نحن كلنا سوا قادرين نقطع هذه الأزمة وهذه الأيام السوداء شكرا جزيلا غسان خوري يعطيك العافية إلى اللقاء في الحلقة المقبلة من ضروري نحكي